يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا بسمة. صباح الخير عليك يا شازي. صباح الخير على جميع المشاهدين. في بداية الحياة والواحد كده لسه صغير في السن بيبتدي يبص حواليه ويشوف من حواليه مين الناس اللي عايز يبقى زيهم أو عايز ياخدهم قدوة ليه. مع بداية الحياة بقاش فيه تجارب كتير فيها، ما بيبقاش فيه حاجة أصلا حصلت، فأنت بتبتدي تبص كده أنت لسه مش فاهم نفسك، بتبتدي تبص الله أنا عايز أكون زي محمد صلاح مثلا، أنا عايز أكون زي أخترع حاجة مختلفة، عايز أعمل أي حاجة. لكن مع الوقت بتبقى أنت مشتت وسط كل ده، ومع الانفتاح بقى ومع العولمة والكلام ده كله بتبقى أنت ساعات كتير قوي قوي بتاخد من غير ما تقصد قدوة سيئة لنفسك أو لأولادك أو بتصدرها للي حواليك. كتير قوي ما يعرفش مننا ايه هو الحاجة الصح او ايه الحاجة اللي تبقى شبه الاطار اللي احنا عايشين فيه، سواء في المجتمع بيشبهنا كعيلة بيشبه ديننا بيشبه الحاجات دي كلها، لكن بنبتدي نبقى مش عارفين اخد من هنا شوية واخد من هنا شوية. عشان كده لما كبرنا شوية لقينا انه مهم قوي وانت بتربي ابنك تبتدي تزرع فيه ان هو يبتدي يبص على الناس اللي حواليه من الناس طبعا اللي فيهم صفات حسنة، ان هو ياخد منهم الصفات دي ويبتدي يطور من الصفات دي في نفسه. القدوة عامة فكرة موجودة عندنا حتى في الدين الإسلامي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بناخد من الرسول قدوة منه. مهم جدا ان احنا نبتدي نزرع في أولادنا من سن صغير ان هم يبقى عندهم الصفات الحسنة دي ويركزوا عليها ويشوفوا مثلا، شوف مثلا عمو فلان ما بيتكلمش على حد، ما بيكذبش ما بيفتنش، شوف فلانة بتذاكر كويس قوي بتنجح، لو انت حابب انك تكون زيها او تشاركها في نفس الصفات الكويسة دي. شوف رسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه، نعمل زيه. هي دي القدوة اللي احنا بنحب ان احنا نصدرها دايما لأولادنا، ونبعد على قد ما نقدر عن يمكن الصفات السيئة اللي بقت كتير موجودة دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبقى سهل انهم يشوفوها في خلال اليوم بس بسكرول بسيط او بان هم بيعدوا كده على الموبايل يقدروا يشوفوا حاجات كتيره قوي غلط. فبدل ما يشوفوا الحاجات دي مهم جدا، او هنا بيجي دور الاهل في انهم يساعدوا اولادهم ان هم يلاقوا قدوه حسنه ليهم، او يبتدوا يقولوا لهم انا نفسي لما تكبر، يعني لو انت حابب حسب طبعا ميول الولد او البنت ايه، انك تبقى زي فلان او زي فلانه، تبقى عندك الصفه الحسنه الفلانيه. فيمكن دي من الحاجات المهمه قوي. انا شخصيا حابه اعرف من زميلي شاذلي اجابه سؤال النهارده، سؤال حلقتنا النهارده، هو نفسك ابنك يطلع زي مين لما يكبر؟ شاذلي نبتدي بيك. نبتدي طبعا، بس انت قلت كلمه مهمه قوي، شوف فلان ما بيتكلمش عن حد. عجبتني قوي فكره ان انت بتحط القدوه قدام ابنك. احنا من كام يوم كان عندنا في صباح الخير يا مصر كنا بنتكلم عن القدوه وازاي احنا بنختار القدوه لابنائنا، ازاي احنا بنحط القدوه في طريقهم بطريق غير مباشر. يعني انا بحاول، يعني انا مثلا قدوه في الرياضه محمد صلاح، انا قاعد بتفرج على محمد صلاح ومعجب بيه ومعجب بقصه صعوده وبكفاحه لحد ما وصل اللي هو فيه ده، فبفضل اتكلم عنه كتير. انا كده بطريقه غير مباشره حطيت القدوه قدامه في كل المجالات، اقدر احط القدوه قدامه بنفس الطريقه. وانت بتربي ابنك لازم تعرفه ان هو لما يكبر لازم يكون عنده حلم، لازم يكون عنده هدف،
مش بيكبر كده وخلاص وهيدخل ويكمل مراحل التعليم ويطلع ويتخرج ويدور على اي شغلانه. لا، لازم يكون عنده هدف، لازم يفكر، لازم يقول ان هو عايز يطلع زي مين، لازم يشوف الشخصيات الكبيره، الناس اللي حققت انجازات في مجالها، انت بتتمنى ان ابنك يطلع زيهم، لكن هو لازم هو كمان يكون حابب انه يكون زيهم. ده بايه؟ بانك بتحط زي ما كانت بسنت، تحط القدوه قدامهم. طبعا كلنا نفسنا ولادنا يطلعوا احسن مننا في كل حاجه، ونفسنا يختاروا اللي هم حابينه في المجال اللي هم عايزينه، لكن احنا بنوجههم خلال المراحل الاولى من التعليم، احنا بنوجههم بطريق برضو غير مباشر، بنعرض عليهم الطرق المختلفة للتعليم، بنعرض عليهم لغات مختلفة، بنعرض عليهم ثقافات مختلفة، عشان هم بعد كده يختاروا اللي يناسبهم ويناسب شخصياتهم بعد كده. حقيقي يمكن من أصعب الحاجات اللي بحسها يا شاذلي أنه عليكوا دور كبير قوي أنك تقول له الحاجات دي إيه هي، أنها تبقى صح. ما أنت برضو النهاردة بقى في حاجات كثيرة فهم مغلوط للأمور أصلاً، فإن هم يفهموها بالطريقة الصح وياخدوها نحن نحاول نوصلها كمان بطريقة تناسبه دلوقتي في الزمن اللي هو فيه ده، صعب جداً. عندك حد معين مثلاً أو صفة معينة حابب بنتك لما تكبر يبقى مش صفة واحدة؟ كنت لسه هتكلم معاك في الموضوع ده، مش صفة واحدة الحقيقة، لكن وانت بتربي ابنك لازم تربيني في حاجة اسمها ضمير. حقيقي هو بقى عنده ضمير، فكل الصفات الحسنة هتكون موجودة بعد كده. دي حاجة انا حريص، يمكن بنتي دلوقتي بتقولي انا بكلم ضميري، انا ضميري اصغر مني وانا بقول له نعمل ايه وهو بيقول لي نعمل ايه، ودي حاجة عجباني فعلاً. انا بكلم ضميري، ابتدى يبقى شخصية عندها. عرفت ان في حاجة اسمها الضمير. فاحنا بنزرع جواهم ان في حاجه اسمها الضمير. الضمير ده بقى بيوجهك، بيعرفك الصح من الغلط، الحلال من الحرام، الخير من الشر، بيوجهك للطريق الصحيح، بيرجعك لو دخلت لطريق غلط يرجعك. فانت لما بتكبر بتبقى حريص انك تعمل كل حاجه في الدنيا، لكن تعملها بطريق شريف، تعملها بالطريق الصح. لازم ابنك يتعلم حاجه زي دي، ولازم انت تزرعها فيه من هو صغير. ده حقيقي. فده سؤالنا الموجود على صفحاتنا، يعني نفسكم ابنكم لما يكبر مثلا يطلع زي مين؟ نفسك يكون مستقبله عامل ازاي؟ هل في شخصية معينة مثلا انت نفسك ابنك يكون زي هذه الشخصية؟ ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا، على منصاتنا المختلفة وعلى الفيسبوك. منتظرين اجابات حضراتكم وتفاعلكم على سؤال حلقة النهاردة، طبعا هنعرضه خلال الحلقة. صباح لحضراتكم مرة تانية، اهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي مشاهدينا نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو لميا حمدين، ونعرف منها احوال الطرق والشوارع في القاهره الكبرى والمحافظات. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك بسان، صباح الخير عليك شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا مع بعض قبل ما تنزلوا على اشغالكم ومدارسكم وجامعاتكم، نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. خلونا نبدأ جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي، ومكملة لحد ميدان العباسية واللي بتشهد كثافات نسبية إنما بسيطة. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو كثافات بسيطة وغير مؤثرة على حركة المرور. هنكمل ونروح لكوبري الجلاء، وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. وعند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة، لكن هتبتدي تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. لو بدأنا طريقنا من شارع شبرا هنلاقي كثافات مرورية، وهنفضل ماشيين لحد ما نوصل لكوبري أبو وافية، وهناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر بشكل كبير واحنا نازلين من الكوبري أثناء اتجاهنا لشارع منشية الجمل وسكة الويلي. وعلى سكة الويلي في كثافات مرورية كبيرة بتزيد بشكل ملحوظ أثناء صعودنا على كوبري القبة. وبعد نزلة الكوبري الكثافات بتبتدي تقل بشكل تدريجي لحد ما تختفي تماما. ونروح لحي باب الشعرية، ونبدأ من ميدان الحي اللي بيشهد سيولة مرورية نسبية، وهناخد طريق الجيش ونكمل وندخل لشارع البنهاوي واللي في أوله بتظهر كثافات نسبية إنما بسيطة، وهنفضل مكملين لحد آخر الشارع علشان نوصل لشارع الدراسة. هناك هنلاقي سيولة مرورية مكملة لحد آخر الشارع. نستكمل جولتنا ونروح لشوارع الجيزة، الطريق الدائري بالتحديد اللي قادم من أكتوبر تم إغلاقه كليا بمنطقة القوس الغربي المريوطية، مع غلق مطلع الدائري من طريق اسكندرية الصحراوي للي قادم من اسكندرية وفي اتجاهه لميدان الرماية، وده ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري. وبيتم تحويل حركة المرور للطريق الدائري للي قادم من طريق الواحات اتجاه أعلى طريق اسكندرية الصحراوي للنزول لنفق حازم حسن، ومنه على طول لطريق
إسكندرية الصحراوي واستخدام محور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو الطريق السياحي، كل دي طرق بديلة عن الطريق الدائري القادم من وصلة حازم حسن من جهة طريق إسكندرية الصحراوي، كمان بيتم تحويله بالكامل لمطلع الطريق الدائري من حازم حسن اتجاه طريق الواحات. طبعا التحويلات دي عملت كثافات مرورية إضافية على محور 26 يوليو اللي قادم من أكتوبر. وناخد بالنا كمان من غلق ميدان سفنكس بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بالطريق الدائري من خلال شارع أحمد عرابي. كمان الإدارة العامة للمرور الجيزة أجرت مجموعة من التحويلات المرورية لتفادي حجم الكثافات دي، وده طبعا ما أثر على شارع جامعة الدول العربية ومسببة بعض الكثافات. أما المحور المتجه لأكتوبر فيها سيولة مرورية كبيرة. لو كملنا جولتنا من شارع الهرم اللي بيشهد كمان كثافات مرورية، وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية، كل ده بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق والزام السائقين بالتوجه للطرق البديلة اللي تم تحديدها مسبقاً. كمان ظهرت كثافات في منطقة مشعل وكثافات في شارع العشرين لحد الطلبية، والكثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق لحد العشرين. كمان ظهرت كثافات تانية في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتبدأ تزيد في اتجاهنا لجامعة القاهرة. وكمان هناخد بالنا أن الشركة المنفذة لأعمال توسعة مطلع الطريق الدائري القوس الشرقي المنيب للي قادم من مناطق شبرا منط بطريق المريوطية والمؤدي إلى الطريق الدائري القوس الشرقي اتجاه مناطق المنيب عملت غلق كلي لمطلع الطريق الدائري في المنطقة المشار إليها على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار الـ 24 ساعة لحد نهاية الأعمال دي. كمان هنروح لمحافظة أسيوط واللي فيها نبدأ جولتنا من قدام مستشفى الجامعة واللي بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط. ولما هنوصل هناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد آخر شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية في طريق أسيوط الغربي فيها سيولة مرورية كبيرة، وكمان طريق المنيا أسيوط بيشهد سيولة مرورية. نكمل جولتنا ونروح لحد الإسماعيلية وبالتحديد في ميدان أحمد جويلي، هناك بتظهر كثافات مرورية إنما غير مؤثرة بالمرة. بعدها هنروح لشارع أم كلثوم اللي بيشهد كمان سيولة مرورية متحركة لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية كبيرة جداً. ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد كمان طريق عثمان أحمد عثمان بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. وفي الشارع هناك بتبتدي تظهر كثافات مرورية متحركة وبتبدأ تقل مرة تانية وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. ولو رحنا لطريق أحمد أبو زيد هناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق إسماعيلية الزراعي، وهنفضل ماشيين لحد المنطقة الصناعية وهناك كثافات مرورية إنما متحركة. دي كانت جولتنا المرورية النهاردة في عدد من المحافظات المصرية. ناخد بالنا بس من التعليمات المرورية، خصوصا ان في شبورة بتكون بالليل متأخر ومكملة لحد الصبح بدري علشان توصلوا بيوتكم بألف سلامة. نرجع مرة تانية لباسانت وشازلي نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا شكرا لك. مجموعة كبيرة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي هتم حضراتكم هتكون معانا النهاردة في حلقتنا، لكن بنبدأ بالأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. واللي من أبرزها الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية. وكمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى نفي الحكومة للشائعات اللي ترددت بخصوص تداول مبيدات زراعية محظورة. تفاصيل كتير هنعرفها في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية. ووجه سيادته بأنه يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.
امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وقال إن الخطة دي بتوضح التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن قضية الزيادة في معدلات النمو السكاني وأثار ده على ما يتم من أعمال تنمية في مختلف القطاعات. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال إنه تم الانتهاء تقريباً من المرحلة الأولى من المشروع وبنعمل حالياً على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية. امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت بخصوص تداول مبيدات زراعية محظورة بتتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إن الكلام ده مش حقيقي، وإن كافة مبيدات الآفات الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية ولا تشكل أي خطورة على الصحة العامة للمواطنين أو على الإنتاج الزراعي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدني بالمحافظات اللي بتقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، قامت قيادة المنطقة الغربية العسكرية برفع كفاءة 37 عمارة سكنية بالإضافة لكوبري السلام بمحافظة مطروح، مع الإشراف على تطوير منفذ السلوم البري وافتتاح 14 بئر مياه بالتجمعات السكنية والبدوية بنطاق مدينتي سيدي براني والنجيلة، وده التعظيم لاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل اللي بيلبي احتياجات أبناء تلك المناطق الحدودية، ورفع كفاءة وفرش 6 مدارس و14 مسجد بنطاق المنطقة الغربية العسكرية. أيضاً عقدت المنطقة الغربية العسكرية عدد من اللقاءات الدورية مع العمد والمشايخ والعواقل لعرض المشاكل والصعوبات اللي بتواجههم والعمل على حلها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. نروح دلوقتي مع حضراتكم في جولة في المحافظات. معنا النهاردة مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات الجمهورية، ومنها تنفيذ 15 مشروع صرف صحي داخل قرى زفتة، وإقامة معارض دائمة بجميع مدن جنوب سيناء بأسعار منخفضة، وإنشاء مشروع عملاق للكهرباء بطاقة 250 ميجا وات في العريش، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من بورسعيد اللي تم فيها الإعلان عن البدء في تسليم وحدات مشروع إسكان الكراسة الزرقاء في بداية يناير المقبل. في الغربية عقد المحافظ الدكتور طارق رحمي اجتماع لمناقشة موقف 15 مشروع جاري العمل بيهم داخل قرى زفتة، تتنوع ما بين محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد وصلات ومحطات معالجة، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في المنيا قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إنه في إطار جهود المديرية لتوفير خدمة طبية لائقة ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، تم عمل 55,101 تحليل مختلف بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة، وده خلال شهر نوفمبر 2022. في جامعة المنوفية نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب مسابقة الابتكارات والاختراعات العلمية على مستوى الكليات، وده استعداداً للمشاركة بأفضل العناصر في مسابقة مهرجان إبداع 11. في جامعة سوهاج تم الإعلان عن إعفاء 450 طالبة من أداء الخدمة العامة، وده عقب قيامهم بمحو أمية 10 أفراد من الأميين، وده لتشجيع الطالبات على محو أمية المزيد من الدارسين والتوسع في إنجازات تعليم الكبار. في قنا تم إطلاق برنامج فرصة بقرية المرجدة التابعة لمركز الوقف تحت شعار مبادرة قرية بلا فقر للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في جنوب سيناء قال المحافظ اللواء خالد فودة إنه هتقام معارض للسلع والمنتجات والخضروات والفاكهة واللحوم في كل المدن بأسعار مخفضة، وقال كمان إن المحافظة هتوفر لحوم بكل المنافذ بأسعار مخفضة. في البحيرة أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إنه جاري العمل على رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية ليها، وده ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وأكدت إنه تم البدء في رصف متفرعات شارع الجمهورية بحوش عيسى. في شمال سيناء أكد المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة على قيام الدولة بتنفيذ عدد كبير من المشروعات في قطاع الكهرباء، وقال إنه بيجري إنشاء مشروع عملاق للكهرباء بطاقة 250 ميجا وات بالعريش.
بصبح عليكم مرة تانية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. وفي النهاردة كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وفي فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 20 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 23 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 14 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. نفسك ابنك يطلع زي مين لما يكبر؟ ده سؤال حلقتنا النهاردة اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلونا نقرأ تعليقات حضراتكم ونبتدي بمين بقى؟ في حساب أروى. نبتدي بأروى السيد اللي بتقول ابني عنده 5 سنين وبيحب الرسم وأنا بساعده على كده. حطله بقى ليه هدف يا أروى؟ يعني هل في رسام معين أنت بتقولي له دايما نفسي تطلع زيه وتعلم منه الحاجات دي كلها؟ اكتب لنا لو ده بيحصل. طبعا بس ده كويس ان هي بتساعده على انه يتعلم. أكيد. الراجل عنده موهبه اهو في الرسم، فهي بتساعده عشان يتعلم، وفي نفس الوقت فعلا لازم تحط قدامه قدوه عشان يبقى ايه الموضوع خلاص داخل جوه دماغه. يعني في حساب باسم اس اتش محمد بيقول احلى صباح الخير عليك. حسين عاطف المنشاوي بيقول نفسي ابني لما يكبر يكون زي صلاح. حلو، يعني حلو ان انت بتديله كده. لو هو بيلعب كوره اكيد وبيحب الكوره، محمد صلاح اكيد من اجمل القدوات اللي احنا ممكن نحطها لاولاد. في سعد عبد الفتاح بيقول زي ولكن مع حظ اوفر. أميرة بدوي بتقول كان نفسي طول عمري يبقى ليا دور في علاج مرضى الكانسر، لأني من أشد المعجبين بدكتور مصطفى السيد، بس دلوقتي بقيت دكتورة علاج طبيعي ونفسي أشوف ابني أو بنتي زيه. بجد يا رب يهدي أولادنا ويجعلهم خير لنهضة الأمة. أمين يا أميرة، ويعني يا رب تشوفي أولادك زي ما أنت عايزاهم يا رب. يا رب. في مروان المريوطي بيقول صباح الخير عليكم، نفسي ابني لما يكبر يطلع زي الدكتور مجدي يعقوب. عظيم، حلو قوي. كمان صوفيا أبو هيبة بتقول صباح الخير، بنصبح عليكي، نفسي ابني الكبير يكون زي الشهيد محمد المنسي، وابني التاني يكون زي دكتور مجدي يعقوب، وبنتي زي سميرة موسى أحمد المنسي. يعني صوفيا احنا مبسوطين ان انت حاطه لهم قدوة كده في مجالات كتيرة. في مجالات كتيرة، ويعني ما فيش أجمل من يعني الشهيد المنسي أكيد، ودكتور مجدي يعقوب، وأكيد سميرة موسى. في كحلاوي فتحي بيقول صباح الخير عليكم، التخطيط المنظم لمستقبل الأبناء مع التوكل الحق على الله أفضل بكتير من العشوائية، لكن لازم مشاركة الأبناء في ده لأن دي حياتهم وهم أعلم بما لديهم من قدرات. الحمد لله ابن يوسف الأكبر في الصف الثاني الثانوي. طبعا أنتوا عارفين الطالب لازم يختار ما بين أدبي وما بين علمي، فقدمت له مجموعة من النصايح وسبت له حرية الاختيار وهو في علمي الآن. ربنا يكرمه، اللهم أمين. أمين. وهو كاتب له كمان بيقوله نفسي أكون مدرس زي حضرتك يا بابا. ربنا يخليه لك ويبارك فيه يا رب، وان شاء الله يكون احسن كمان مما تتخيل. امين. احمد فراج بيقول والله انا مهندس معماري ونفسي اولادي يطلعوا احسن مني وافتخر بيهم، ويا رب قدرني عليهم، حلمي يتحقق ان شاء الله. جميل ان دايما الاهل عايزين دايما يشوفوا اولادهم احسن منهم. بكل تاكيد، ده طبيعي. الوحيدين اللي عايزين يشوفوك احسن منهم هم دايما اهلك، مش اي حد تاني. في احمد سعد بيقول صباح الخير عليكم، انا بتمنى كل حاجه حلوه لاولادي، انا عندي سعد وريتال ان شاء الله. سعد نفسي يكون ضابط في الجيش يدافع عن تراب الوطن، وريتال دكتوره، نفسي تبقى زي الدكتور احمد زويل عالمنا الكبير، ربنا يرحمه يا رب، اللهم امين. ربنا يوفقه. عبد الحكيم فهيم كمان بيقول طبعا نفسي ابني يطلع زي دكتور احمد زويل والدكتور مجدي يعقوب، الاثنين عاملين حاجه عظمه بره مصر. اكيد اكيد اكيد، ويا رب يعني كل اولادنا كده يكونوا، مش اولادنا شو لسه ما عنديش اولاد، بس كل الاولاد يكونوا يعني يشوفوا القدوات دي اكيد ويبقوا بيقتدوا بيهم. اكيد زويل ومجدي يعقوب مفيش احسن من كده. في كمان احمد فرج بيقول صباح الخير عليكم، انا مهندس معماري ونفسي اولادي يطلعوا احسن مني وافتخر بيهم، ويا رب قدرني عليهم وحلمي يتحقق ان شاء الله يا رب. الحقيقه احنا معانا تعليقات كتيره جدا جدا، لكن خلونا نكملها على مدار الحلقه النهارده. دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل، خليكم معانا. دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي من ابرزها اعلان وزاره الداخليه نتيجه القبول للدفعه الجديده لكليه الشرطه والضباط المتخصصين، بالاضافه الى ان تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين هتنظم صالون نقاشي حول التعاونيات في مصر
كمان في 4 مباريات في الجولة 10 من الدوري المصري، وتفاصيل تانية هنعرفها من هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الداخلية هتعلن نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة والضباط المتخصصين خلال مؤتمر صحفي هيوضح الضوابط والمعايير اللي هيتم على أساسها اختيار الطلاب الجدد. النهاردة هتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون نقاشي بعنوان التعاونيات في مصر، الواقع والتحديات والفرص، وده في إطار الفعاليات اللي بتنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن أجندة الحوار الوطني. كمان النهاردة تنطلق فعاليات مؤتمر اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتية 50 عاماً من الشراكات الاستراتيجية، واللي هينظمه مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس. النهاردة النجم الكبير علي الحجار هيحيي حفله الغنائي الساعة 8 على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، ومن المقرر أن يجدو الحجار بباقة متنوعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة اللي قدمها خلال مسيرته الفنية الطويلة. لعشاء الدوري المصري النهاردة موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 10 من عمر المسابقة. هيلتقي أمبي مع الداخلية الساعة 3:15، وهيلتقي فاركو مع فيوتشر الساعة 5، وفي نفس التوقيت هيلتقي طلائع الجيش مع حرس الحدود، والساعة 7 مباراة الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل البرودة الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي كمان النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفي فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا ان في يعني انخفاض في درجات الحرارة، وعرفينا ايه الظواهر الجوية اللي موجودة دلوقتي، هل في شبورة، هل في امطار، وفي يعني بالتحديد المناطق اللي ممكن يبقى فيها امطار. هو بالفعل احنا بنشهد اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة انحاء الجمهورية، خاصة خلال فترات الليل الانخفاض بقى ملحوظ، الاجواء بقت اجواء شديدة البرودة في بعض المناطق، مع استمرار طبعا الاستقرار في الاحوال الجويه. احنا بنتاثر بكتل هوائيه معظمها قادمه من على البحر المتوسط، مرورا طبعا بشبه الجزيره العربيه، وايضا امتداد منخفض جوي غير متعمق في طبقات الجو العليا، بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه خاصه في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. فاليوم متوقع يكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على مناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه زي طبعا مطروح والعلمين والاسكندريه، لكنها كلها فرص امطار خفيفه هتكون على فترات متقطعه من اليوم، وان شاء الله مش هتاثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه. بالاضافه كمان نتيجه انخفاض درجات الحراره الكبير فترات الليل وتوافر عوامل الرطوبه، بتكون الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير هو تكون الشبوره المائيه في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه، مدن القناه وشمال الصعيد. الشبوره المائيه بدات تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، بدات تنخفض معاها الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق، كثافتها بدات تزيد، فمهم جدا قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القياده بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور. بالاضافه كمان ان احنا بنشهد طبعا انخفاض في درجات الحراره فترات النهار ملحوظ اكثر فترات الليل، العظمى على القاهره الكبرى بتراوح ما بين 19 وال 20 درجه مئويه خلال فتره النهار، يعني احساسنا بالطقس في فتره النهار خاصه في زياده الفترات سطوع اشعه الشمس على المناطق الداخليه، طقس شتوي لطيف تماما على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الغربيه وكمان السواحل الشماليه اجمعها وشمال الصعيد،
طقس معتدل وذاتي على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ بشكل كبير. الصغرى خلال فترة الليل بتوصل ل 11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، أجواء من باردة إلى شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية. فمهم جدا إن احنا ناخد بالنا نستمر في ارتداء الملابس الشتوية، وتكون ملابس شتوية ثقيلة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر. الأجواء دي إن شاء الله متوقع إنها تستمر معانا لنهاية الأسبوع مطلع الأسبوع القادم. فرص الأمطار فقط تنحصر في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط واستمرار انخفاض درجات الحرارة بإذن الله. طيب قبل ما ننهي كلامنا مع حضرتك دكتورة منار، خلينا نتكلم على الاحتفالات بقى رأس السنة، الأجواء هتبقى عاملة إزاي خلال الاحتفال برأس السنة؟ خلاص يومين ولا حاجة، وإيه الأماكن اللي نقدر نقضي فيها وقت ويكون الجو دافي وجميل ومش معرضين لسقوط أمطار؟ يعني طبعا هي الاجواء مستقره بصفه عامه في نهايات العام وفي احتفالات راس السنه. يمكن المناطق الجنوبيه الاقصر واسوان جنوب البلاد شرم الشيخ والغردقه، المناطق دي كلها الاجواء فيها مستقره بشكل كبير، في دفى خلال فترات النهار، درجات الحراره خلال فترات الليل بتنخفض بشكل ملحوظ، لكن طبعا في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس فتره النهار، ما فيش اي فرص لسقوط الامطار. الامطار بتنحصر فقط في سواحلنا الشماليه المطله على البحر المتوسط، يعني مطروح، الاسكندريه، بعض المناطق من البحيره كفر الشيخ الدقهليه، كمان بعض المناطق من دمياط بورسعيد رفع العريش. المناطق دي خلال الايام القادمه هي فقط المعرضه لسقوط الامطار، لكن باقي قطاعات الجمهوريه استقرار في الاحوال الجويه، طقس يعني نقدر نقول شتوي دافي جدا خلال فترات النهار. التحذير فقط هيكون من فترات الليل، انخفاض الملحوظ في فترات الليل، وكمان تكون الشبوره المائيه في ساعات الصباح الاولى وكمان في ساعات الليل المتاخره. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي بسرعة تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. نبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 20 والصغرى 11، العاصمة الإدارية 19-12، اسكندرية 20-11، العلمين الجديدة 19-12، مطروح 19-12، دمياط 20-12، بورسعيد 19-11، الإسماعيلية 21-12، السويس العظمى فيها 20 والصغرى 11، العريش 19-12، كاترين 14-4، طابة 16-12، حلايب 21-14، شلاتين 23-14، شرم الشيخ 23-15، الغردقة 22-14، الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 11، بني سويف 20-11، الوادي الجديد 21-11، أسيوط 21-9، سوهاج 21-10، قنا 22-9، الأقصر 23-11، وأخيرا أسوان العظمى فيها 23 والصغرى 11. وزي ما توقعنا أو عرفنا درجات الحرارة النهاردة إيه، وكمان حالة الطقس ناخد بالنا إن إحنا ما نخففش خلاص هدومنا، إحنا بقينا في فصل الشتاء، الأجواء زي ما شفنا الأمطار خفيفة ما بتأثرش على حركة المرور أبدا، لكن يعني على اعتبار أي حاجة نبعد بعربياتنا عن أي تجمعات مائية، نبعد عن أعمدة الإنارة، وإن شاء الله ترجعوا بيوتكم بسلامة. نرجع مرة تانية لشازلي وبسنت نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا. البحيرة بتعتبر من أكبر المحافظات اللي فيها إنتاج زراعي، ودلوقتي بدأ موسم جني محصول الموالح اللي بتشتهر به المحافظة، وبيتم تصدير جزء منه في الخارج أو للخارج. خلونا نشوف التقرير اللي جاي. بطبيعة متفردة وموقع جغرافي متميز وتكوينات بيئية متنوعة، تحظى محافظة البحيرة برقعة زراعية شاسعة ومصادر ري متعددة، جعلتها تحتل المركز الأول في إنتاج وتصدير الموالح إلى الأسواق الخارجية، ويبلغ إجمالي المساحة المنزرعة من الموالح أكثر من 130 ألف فدان. الابواب التصديريه اللي اتفتحت السنه دي يعني الحمد لله رب العالمين، فيها تعويض كبير قوي للمزارع. الحمد لله عندنا البرتقال السنه دي يعني شايل بخلاف كل سنه، الحمد لله يعني الدنيا ماشيه كويسه، والعائد على المزارع برضو عائد ممتاز. يعني احنا عندنا هنا الارشاد الزراعي صيان في مديريه الزراعه طبعا بقياده معالي المهندس حسام محفوظ مدير مديريه الزراعه،
ودور مهندسين الإرشاد اللي هم متواجدين مع المزارعين بصفة دائمة، بيبدأوا معهم من بعد التأليم مباشرة، حتى بيعرفوهم حتى التأليم فايدته إيه، بيفتح الشجرة، بيسمح مرور الضوء، بيسمح مرور الآلات، عشان طبعا عملية العقد وعملية البناء الضوئي، لغاية ما بيمشي معاه ببرنامج تسميد معين، ببرنامج رش معين، لغاية ما بيوصل معاه لمرحلة الموسم التالي، واخد بال حضرتك، عشان يبدأ تاني الكرة تاني من ايه، من جديد. بنتابع من اول التعليم، اللي هو التعليم بيجي بعد عملية الجني مباشرة. بنبدأ الاول بالتعليم، بننزل مع العمالة نشوف العامل اللي هو عنده خلفية شغال، ما عندهش خلفية بنعلمه ازاي يقلم ويمسك المقص ازاي، يشيل الطرح عنه ويشيل الفرع عنه. وبعد عملية التعليم بنطلع بالعمالة، بتطلع عملية التعليم برا الأرض. بعد كده بنبدأ عملية رش أكسكلور نحاس وزيت معدني زيت شتوي. مرحلة الجني إن أنا بنشوف الزراعات الأحجام الكويسة، ونشوف دي تصلح ليه، ودي سوق محلي ولا دي سوق تصدير. تصدير طبعا لغاية وقتنا هذا. مرحلة جمع محصول الموالح تأتي بعد عدد من الخطوات، البداية بتقليم الأراضي وتسميدها، ثم مرحلة القطع والجني والفرز وفقا للمواصفات والمعايير الدولية. النهاردة بيجمعوا، بكرة على طول بعد أسبوع بالظبط نبدأ نقلم بقى. بعد ما نقلم نطلع التقليم برا أو حد يجي يشيله من الأرض. بعد كده بقى بنبدأ نرش الأرض السكرور النحاس وزيت شتوي، ونمهد الأرض بقى على إيه، ونسمد الأرض مثلا إيه تسميدتين مثلا لوري اللي منها تنشطها شوي. بعد كده نسمد مثلا، نسمد إيه عفن جذور، ونسمد للنيماتود برضه. بعد كده نبدأ نسمد بقى الأرض تزهر. بالنسبة لتقطيع الزرع تمام، في الزراعة اللي هي الجودة اللي هي المطلوبة، يعني هو في طلبات معينة، الجودة المطلوبة دي بتتقطع بطريقة معينة اللي هي القصة من على فوق كبسون على طول. الزراعة اللي هي الفرزة اللي هي مش مطلوبة في العربية اللي احنا بنحملها، بتتقطع تنتيش أو بتطلع من غير إيه، من غير كبسون تمام. ده بالنسبة للتقطيع. بالنسبة لعدد الفدادين وبالنسبة لتوزيع العربيات، عدد الفدادين أنت ممكن يكون معاك مزرعة فدانين ونص، وممكن يكون معاك مزرعة 5 فدادين، وممكن يكون معاك مزرعة 10 فدادين. بتوزع العجل على حسب المساحة تمام. يعني مساحة الأرض مثلا معايا 5 فدادين، ما بنزلش فيها عربية ولا حاجة، لا لازم أنزل أكتر من 3 عربيات. أنا بقالي في الشغلانة دي، أنا داخل على 10 سنين في الشغلانة دي. بنحاول إننا نجمع العمال من قبل الموسم، الموسم بيبدأ معايا من شهر 11، بنحاول إننا نجمع لي أكتر عدد من العمال والعامل اللي هو يكون فاهم في الشغلانة وفاهم في القص. نجيب العمال، بنتفق مع التاجر وبنيجي بالعمال. بيبدأ معايا اليوم من الساعة بعد صلاة الفجر مباشرة. نشتغل شغل مقصات، ما بنشتغلوش يدوي. بننزل كل 5 أو 6 عمال على النقلة، كل 6 عليهم نقلة، والنقلة عاملة قد كذا بينزلوا عليها 6. القطاع الزراعي في البحيرة يؤدي دوراً رئيسياً في الاقتصاد القومي، كما أن الصادرات من المنتجات الزراعية تسهم بنصيب مهم في التجارة الخارجية لما لها من إنتاج عالي بالمحاصيل الزراعية. مصر مليانة بالخير، وزي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا من خلال هذا التقرير في محافظة البحيرة وإنتاج الموالح في محافظة البحيرة، الحمد لله هذه المحافظة متصدرة. في محافظات تانية كتير أيضا تنتج، لكن مش بنفس الكمية اللي بتنتجها محافظة البحيرة، اللي بتساهم بكل تأكيد في تصدير هذه الموالح للخارج، بتكفي طبعا بكل تأكيد للاستهلاك المحلي، متوفر طول فترة الشتاء، فصل الشتاء متوفر طبعا هذه الموالح وبيكفي، وكمان بنقوم بالتصدير وبنزود عملية التصدير بزيادة الإنتاج كمان في محافظات كتيرة زي محافظة البحيرة. ده حقيقي، يعني فتحنا كمان أسواق جديدة زي أمريكا اللاتينية، البرازيل، البلاد دي كلها، وإحنا مصر الأولى عالميا في تصدير عامة البرتقال زي ما أنت قلت. مصر مليانة بالخير، ده حقيقي.
خلينا نروح لمحافظة تانية شاذلي، وهي محافظة بورسعيد، واللي بيتم فيها تنظيم مهرجان دولي لمراقبة وتصوير الطيور. المهرجان أقيم بمحمية أشتوم الجميل، وشارك فيه أكثر من 200 شخص من هواة الحياة البرية والتصوير. خلونا نشوف تفاصيل أكثر في سياق التقرير اللي جاي. في بورسعيد يستمتع مصورو الحياة البرية وعشاق الطبيعة بمراقبة عشرات الطيور المحلية والمهاجرة، وذلك في إطار مهرجان بورسعيد الدولي لمراقبة وتصوير الطيور، والذي تنظمه وزارتا السياحة والبيئة لدعم قطاع السياحة والبيئة. النهاردة بنلقي ضوء على إمكانية من إمكانيات مصر السياحية التي يجب أن نهتم بيها ونبرزها للعالم كله. الاهتمام بهذا المهرجان بيأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة لإعداد مهرجانات وأجدة فعاليات وأحداث على مدار العام في كافة مناطق الجمهورية والوجهات السياحية الموجودة في مصر. ويعد مهرجان بورسعيد الدولي الأول لمراقبة وتصوير الطيور هو الأول من نوعه في محافظة بورسعيد. شارك في المهرجان الذي أقيم بمحمية أشتوم الجميل ما يقرب من 200 من هواة الحياة البرية والتصوير، وتعتبر مصر بقعة هامة للطيور المهاجرة، حيث يوجد ما يقرب من 200 نوع من الطيور المقيمة أو المهاجرة المسجلة في محمية أشتوم الجميل وحدها. احنا في مصر عموماً عندنا 470 نوع بشكل عام، اللي موجود عندنا 150 مقيم وباقي 350 مهاجر. الانواع اللي موجوده عندنا في بورسعيد معظمها الطيور المائيه، الطيور المائيه زي البط، زي البط الكيش، وزي البلاشون، زي الفلامينكو، في بعض الجوارح بتعدي علينا زي الصقور صقر الجراد وصقور الحوامه. الفكره انه التنوع البيولوجي ده، التنوع من الطيور، خصوصا احنا دلوقتي منطقه شمال سيناء لغايه بورسعيد، احنا عندنا اول ثلاث مسارات مهمه للهجره مرتبطه ما بيننا من اوروبا شرق الأوسط من منطقة لبنان لغاية أفريقيا تحت في الخريف والربيع، وعندنا أنواع تانية بتيجي تشتي زي الوقت احنا في البيك مايجريشن اللي تشتي هنا في مصر، وده المسارات بتاعته. وتمثل البحيرات الشمالية والنيل ما يقرب من 25% من الأراضي الرطبة التي ترتادها الطيور المهاجرة في شمال أفريقيا، كما أن درجات الحرارة الأكثر دفئاً في أوروبا بسبب تغير المناخ أثرت على التوازن البيئي للأنواع المهاجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويؤثر تغير المناخ على مناطق تكاثر الطيور، وبالتالي على رحلاتها بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. ويقول العلماء إن ما يقدر بنحو 500 مليون طائر تهاجر من إفريقيا إلى أوروبا وآسيا كل عام. طبعا ما فيش شك ان الطيور المهاجره احد اهم طبعا الحاجات المكونه للتنوع البيولوجي، واحنا بنحافظ عليها قدر الامكان، وعندنا دايما باستمرار رصد لهذه الظواهر. طبعا هجره الطيور بتيجي في فصل الربيع او الخريف زي ما شفنا، مرورا باسيا واوروبا وافريقيا، ومصر من المسارات المهمه جدا لهذه الطيور. وبالمناسبه احنا من 2015 في لافته حضريه بنوقف طواحين الهواء لمرور هذه الطيور المهاجرة حتى لا تتأثر أو تتأذى. بسنة من 2015 احنا عاملين هذا الموضوع، يمكن بعد سنة من إنشاء محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بالرياح، واحنا بنوقف طواحين الهواء في هذه المنطقة طبعا عشان الطيور المهاجرة. حقيقي. وخلينا نتكلم كمان عن أهمية بقى السياحة البيئية يا شاذلي. النهاردة بنتكلم في تغير المناخ واهتمام النشطين بتغير المناخ بهذا الملف بالتحديد، واهتمام الدولة المصرية بهذا الملف. بنتكلم النهاردة أن مصر أصبحت دولة بتهتم
قوي بفكرة السياحة البيئية، وعندنا أماكن كتير بتعزز هذه الفكرة. بنتكلم على مش بس حتى تصوير الطيور، لكن كمان السياح يقدروا يجوا للغوص في الأماكن المحميات الطبيعية، الأماكن اللي فيها زي راس محمد، دهب، نويبع، وطابة، الواحات، الحاجات دي كلها. في حاجات كتيرة قوي النهاردة بيقدر السائح أنه يجي يقدر يشوف بيها قد إيه التنوع البيولوجي زي ما انت قلت، دي حاجة، الحفاظ على البيئة دي حاجة تانية. الدولة المصرية كمان قدرت ان هي تعزز من الفكرة دي بان هي تبني 21 محمية عشان النهاردة نقدر نشوف حاجات كتيرة من يعني البيئة او الحفاظ على البيئة قادرين نشوفها على ارض الواقع. عايزة اقول لك كمان ان مصر من البلاد المصنفة من اليونيسف بالاماكن اللي فيها المحافظة على البيئة والبرامج الحماية من الخاصة بالامم المتحدة. طيب بكل تأكيد على كل ده معاد موجز لأهم الأخبار مع علمي. شكرا شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى محيطها الجغرافي لتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد. وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، شدد الرئيس السيسي على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانٍ ومطارات وطرق ومحاور كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة. وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة على سواحل الدولة، خاصة ما يتعلق بإعادة تصميمها وتخطيطها ورفع كفاءتها. كما تطرق الاجتماع أيضا لجهود تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، بالإضافة إلى عرض سير العمل باستكمال تطوير موانئ شرق بورسعيد ودمياط. واطلع أيضا الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية حاليا لتطوير ميناء العين السخنة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد رئيس الوزراء أهمية دور الخطة الإعلامية والتوعوية، مشيرا إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخصائص السكانية للمواطنين من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في العديد من القطاعات. قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رد بلاده على سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على الخام الروسي، موقعا مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت هذا السقف على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير المقبل ويستمر لمدة 5 أشهر. هذا واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند $60 للبرميل. جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تعهده بالعمل بلا كلل مع مجموعة السبع وشركاء آخرين لإصلاح واستبدال والدفاع عن البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في الوقت الذي تواجه فيه شتاء قاسيا في ظل الأزمة مع روسيا. وأضاف بلينكين أن دفعة أولية من المعدات الكهربائية الأمريكية قد وصلت إلى أوكرانيا وتضمنت أجهزة ضخمة مثل قواطع الدوائر وأجهزة الفصل. From countries, virtually every continent, including. قضت المحكمة العليا الأمريكية بالإبقاء على سياسة الحكومة المستمرة منذ 2 في محاولة لمنع مئات الآلاف من المهاجرين من دخول البلاد، خاصة عند الحدود مع المكسيك. وأدى قرار تثبيت العمل بالسياسة إلى نزع فتيل أزمة من أمام إدارة الرئيس جو بايدن مع احتشاد آلاف المهاجرين عند الحدود الجنوبية، أملا بإلغاء القرار والسماح بتسجيل طلبات اللجوء.
ارتفع عدد ضحايا العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة منذ أيام إلى أكثر من 60 شخصا على الأقل، وقد ألغيت آلاف الرحلات الجوية جراء الطقس غير المستقر، حيث بلغ عددها 12 ألف رحلة طيران منذ الجمعة الماضية. هذا وتواصل طواقم الطوارئ تفقد خسائر العاصفة الثلجية التي حرمت ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة في مناطق غرب نيويورك المغطاة بالثلوج. يحل الأهلي ضيفا على سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة في الجولة العاشرة بالدوري الممتاز، ويطمح الأهلي في تعويض خسارة نقطتين بالمباراة الماضية أمام سموحة، ويتصدر المارد الأحمر ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بفوزه في 7 مباريات وتعادله في 2، وفي الوقت ذاته يأتي سيراميكا كليوباترا في المرتبة الثامنة برصيد 11 نقطة. وفي مباريات أخرى لحساب المجموعة نفسها يلتقي إنبي فريق الداخلية قبل أن يواجه طلائع الجيش فريق الحدود حرس الحدود، ويستضيف أيضا فاركو فريق فيوتشر. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تم إطلاق مبادرة إحياء المسرح المدرسي، وده لإتاحة الفرصة لأطفال وشباب الجيل الحالي للكشف عن مواهبهم. يوم 7 يناير هيكون في ترجمة لهذه المبادرة من خلال عرض مسرحي كبير اسمه تقدر، مسرحية شارك فيها كبار نجوم الفن زي النجمة يسرى والفنان أكرم حسني ومحمد فراج وعدد كبير من النجوم. إيه أهمية هذه المبادرة الجميلة؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من ضيفنا في الاستوديو الأستاذ خالد محمود الناقد الفني اللي منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير. يا أهلا بحضرتك. أهلا بيكم. أهلا بيكم. لما شفنا وقريت كلمة المسرح المدرسي رجعتنا لأيام زمان. أولا زمان قوي بالمناسبة يعني. إحساس جميل وأجواء جميلة، وكانت فرصة كبيرة جدا لأن المواهب تشوف نفسها وتحقق ذاتها، وفي كل المجالات على فكرة، مش بس في التمثيل أو الغنى والأداء، كمان الشعر، القدرة على أنك تكون شخصية، التعامل مع المجتمع بشكل جماعي، المواجهة الارتجال، المواجهة يعني تكوين الشخصية، ودي في الحقيقة أفرزت أجيال وأجيال، وكانت سمة كبيرة من سمات المدارس في فترة من الفترات أنك تلاقي فيه مسابقة للشعر، مسابقة للأداء، مسابقة للعروض بين المدارس. كل ده في الحقيقة كان شيء جميل جدا. ما أسعدني الخبر اللي حضرتك بتقوله أنه مبادرة لإحياء المسرح المدرسي، التعبير ده أو العنوان ده عنوان مهم جدا في الوقت الحالي في ظل المتغيرات اللي بتحصل في العالم والتكنولوجيا الطاغية ومدى تأثر الجيل. المسرح المدرسي لو عاد بكل أصوله وقواعده هيرجعنا للنقطة الصح، اللي هو إزاي تشكل وعي، إزاي تشكل موهبة، تنشئ جيل قادر على المواجهة حتى بينه وبين نفسه، وقادر على التعبير عن موهبته. وعلى فكرة إحنا من الدول المحظوظة جدا، أنا عكس ناس كتير قوي تقول التعداد السكاني، إحنا من الدول المحظوظة إن عندنا فئة عمرية من الأطفال والشباب الصغيرين كبيرة، نقدر نبقى يعني عندنا كم من المواهب في كل المجالات، حتى يعني مش بس المسرح المدرسي، وكمان مسألة العلوم وعودة المعامل وإلى آخره. فالمبادرة بتاع الشركة المتحدة في الحقيقة أنا بحييها عليها، وأرجو أنها تمسك فيها ولا تتوقف أمام أي عقبات حتى موجودة أمام أي روتين سبناه يزحف إلينا في مسألة وزارة التربية والتعليم وإلى آخره. إعادة اكتشاف أجيال جديدة من خلال المسرح دي حاجة مهمة جدا، مش بس مسرحة المناهج زي ما كنا بنشوف في المسرح القومي ومسرح الطليعة العروض للنصوص اللي احنا بندرسها في مرحلة ثانوي وإعدادي حتى، بالعكس مسارح عادية ونسيب الطلاب يألفوا، نحط لها شكل جديد. احنا في عصر فيه تكنولوجي كبير جدا،
نسيب الفكر ده يشوف ماذا سيسفر عنه، واعتقد التجربه هتبقى مهمه قوي. طيب النهارده ازاي هنقدر يعني نطلع المواهب دي نشوفها، او المبادره دي هتطلع المواهب دي نشوفها فين بعد كده؟ هي اقول احنا زي ما شاذلي كان بيقول، احنا زمان في المدرسه كان عندنا المسرح ده مهم جدا، او الانشطه المدرسيه بشكل عام طبعاً طبعاً. على فكره والمعامل كمان كان ليها دور مهم، كنا بندخل في حصص العلوم نقعد نعمل التجارب دي كلها وكانت بتبقى مهمه، وفي الحقيقه خلى عندنا كلنا حته كرييتيف كده او حته ابداعيه شويه. المسرح كان مهم جدا، يعني مش عارفه النهارده احنا فين، لكن لو قلنا ان المواهب اللي هنشوفها يوم 7 يناير ان شاء الله هنقدر نشوفهم فين، هل ده هيساعد صناعه الفن؟ احكي لنا ايه اللي هيحصل. اولا انا بحيي النجوم اللي هيشتركوا في عقد في العرض بتاع تقدر، لانه هم هيدوا باور للانطلاقه للحكايه. لكن خلونا نرجع لشكل تقليدي احنا شويه تخلينا عنه، المدرس القادر على اكتشاف الموهبة، يعني اللي بيقدر يميز مين شاطر قوي في الرياضة، مين شاطر قوي في العلوم، مين شاطر قوي في الحساب، مين شاطر في تقمص الشخصيات وتقليدها. تعالوا نعمل كده، نشكل لجان ومجموعات تلف المدارس وتقول للولاد مين بيعزف كويس، مين بيغني كويس، مين يقدر يأدي كويس، ونبتدي هنكتشف مواهب عظيمة جدا. حتى اللي هو متردد هيجازف ويقدم، وهذه المجموعات نقدر نكون بيها عروض وتخش منافسات من باب، مش من باب ان انا بنافس بشكل المنافسة التقليدي، ولكن ازاي هقدر اكيد هفرز عن مواهب كتيرة. نمرة 1 نمرة 2، لازم الأول نشوف ندي مساحة تاني ومتنفس لوجود مسرح داخل المدرسة حتى لو كانت مساحته محدودة. نفسي كمان نرجع غرفة حصة الموسيقى جزء من الفصل، عشان نكون واقعيين برضو طبعًا. يعني لو جزء من الفصل نفسه، مش لازم طبعًا. حتى لو ما فيش مكان الحصة نفسها نقدر نقلبها عرض. مجموعة من الأطفال يطلعوا عندهم العرض بتاعهم ويقوموا يشرحوا أو يقوموا يقدموا العرض بتاعهم في الفصل بتاعهم، مش لازم يكون مسرح كبير أو كده. حتى لو بدأناها في مرحلة صغيرة من خلال الشخصيات اللي بيدرسوها في التاريخ مثلا، من خلال موقع جغرافي يقدر هو يقوم الطالب يشرح ازاي موقع البلد ده والى اخره. جميل قوي الفكره دي، فكره ان يقدر يقدم دروس التاريخ. تعال نقول انت بتحب بلد ايه، هقول لك فرنسا مثلا. احنا شوف بنبدا المساله من السلم، طب انت تعرف ايه، طب قدمها لي. انت دلوقتي قدام ناس وفد، قدمها لي. عاوزين نكسر حته الخجل، وبالتالي تطلع الموهبه. يمكن هتلاقي القاء كويس، هتلاقي اداء كويس، بس المهم تتوفر الاراده. حصه الموسيقى اللي اتلغت دي او اللي مش موجوده مهمه جدا. انت كنت بتلاقي بيت ما فيهوش حد غاوي يعزف مثلا اكورديون، كمان بيانو، اللي ما كانش غاوي كان حابب يتعلم، كان عنده فضول. طبعا انت بتشكل وعي ثقافي مهم، وده في الحقيقه اللي كانت بتتميز بيه مصر على مدار سنوات طويله جدا. عاوزين نمسك في المبادره دي بايدينا واسناننا، عاوزين كل من يستطيع المساهمه يساهم. من النهارده كل مدير اداره تعليميه او كل ناظر مدرسه يقدر يوفر ايه عنده، يبقى مسرح للطلبه تعبر فيه عن هواياتهم وعن عشان نقدر نكتشف. وعلى فكره يعني نتيجه ده مضمونه 100%. ياما في مواهب كتيره قوي احنا كنا واحنا صغيرين بنقعد نراسل الصحف ونراسل المجلات، وكنا نفرح قوي لما ينشروا لنا حاجه. فتحس ان انت يعني كل في انسان جديد بيطلع، ودي هتطلع مجتمع صحي، لانه الفن والادب او والثقافه بشكل عام بيعملوا تكوين كده لا ارادي، انك بتبقى انسان سوي في هذا المجتمع. صحيح. بتقدر اولا في عروض عن الاخلاقيات، في عروض عن المواد العلميه، في عروض بتعيد اكتشاف شخصيات وتاريخ وحضاره. انت دلوقتي زعلان الجيل الجديد شويه فاكك عن تاريخه او حضارته، العروض دي فرصه كبيره قوي انك تقدم له مصر على مراحل، تقدم له الوطن على مراحل، حتى تقدم له ايه هي
حتى لو عاوز تقدم قضية سياسية في مفهوم مبسط تقدر تقول له مثلا ايه شكل ماذا تأثير الحرب العالمية الأولى والثانية عن العالم مثلا، هيطلع باني أفكار ويقدر يشكل بيها وعي ويقدر كيف يفكر العالم، ازاي بتفكر الأسرة، ازاي هو يفكر. مهم قوي موضوع انت دي قضية مهمة جدا. البداية كلها عاوز أقول لحضرتك مش انحيازا للفن، البداية كلها من الفن والأدب والثقافة. تقدر تبقى عالم كبير لو أنت عندك حاسة الذوق موجودة، صحيح، حاسة تقبل الآخر دي الأساسيات موجودة. الأساسيات أنك زي تفكر بشكل عام ما تفكرش بشكل محدود. عظيم. وإحنا بنتكلم عن العرض المسرحي اللي هيكون خلاص 7 يناير اسمه تقدر. أيوه. اسمه في حد ذاته مهم جدا طبعا عليك. يعني اختيار الاسم في حد ذاته مهم. تقدر احنا عاوزين بقى ده يبقى شعار كبير. واللي اختار الاسم ده يمكن دكتور مدحت العدل اللي كاتب العرض. فعلا تقدر تعمل كل اللي انت عايزه. خلي تقدر ده شعار ورساله لكل التلميذ، هتقدر، المدرس هتقدر، الافراج عن موهبتك هتقدر. وبعدين مش عاوزين في مرحله لاحقه المواهب دي تتساب كده، يعني صحيح. عاوزين نشوف نكمل معاها طبعا، ازاي نقدر نكمل معاهم. التكمله مهمه جدا، واحنا عندنا بنفتقد في الحقيقه، يمكن تشوف ده هيقدر يعوضنا عن حاجات كتير قوي. احنا بنفتقد لعروض الطفل ومسرح الطفل على الشاشه حتى، والحكايات اللي بتطلع في قصص ودراما للطفل. تعالوا نبني ونمشي في خط موازي وما نبقاش مستقبلين طول الوقت لما ينتجه الغرب، لانه انت في النهايه لو فضلت تستقبل وانت ما عندكش بنيه اساسيه لانك ازاي تفكر في اللي انت بتستقبله او ازاي هتندمج معاه او تاخد منه اللي هو مفيد ليك، هتبقى المساله. خلونا نمشي في خط موازي وخلوا الوجدان والشعور يروح للحته اللي هو هيقدر يعني يكمل فيها. طيب انا مهتمه قوي كمان بالاطفال بقى نفسهم اللي هيقدموا العرض ده، ومتحمسه لهم جدا لانه حاجه حلوه قوي ان هم يعملوا عرض مسرحي. المسرح ده من يعني من احلى الحاجات اللي ممكن اي طبعا. فنان يقدم عليها فنه وابداعه مع مشاركين مع نجوم كبار جدا. بنتكلم نجوم كبار زي يسرى محمد فراج، أكرم حسني، كتير من النجوم حنان مطوع، كتير من النجوم اللي فعلا الكبار جدا. قد ايه ده جميل بالنسبه للاطفال اللي لسه صغيرين في السن في المدرسه حابين ان هم يطلعوا موهبتهم، قد ايه ده هيشجع اطفال تانية كتير انه يلا انا السنه الجايه عايزه اشترك في المبادره وعايزه اقدم عرض مسرحي تاني واعمل احسن، ويشجع كمان المدارس ان هي تشترك في الانشطه دي. طبعا ده بصي تلاحم الاجيال ده مهم قوي. وان النجوم تفكر في الاطفال وتفكر انها تقف بجانبهم وتساعدهم، وانه الطفل يبقى حاسس ان هو هينور واقف جنب النجم اللي بيحبه، ده بدايه موفقه جدا. واحنا عاوزين كمان بالمناسبه انت بتفتحي نقطه مهمه قوي، عاوزين من النجومنا ان هم يبقوا متابعين حركه النشاط المدرسي، وفي كل فتره كده تقدر مثلا مديريه التربيه والتعليم في كل محافظات مش في القاهره بس تقدر تستضيف نجم ويشوف العروض ويشارك مثلا في المشهد او المشهدين الاخر في العرض. ده هيدي انطلاقه كبيره وامل وتفاؤل واصرار على ان ده يبقى موجود. حتى بالمناسبه المسرح كمان السينما، يعني احنا زمان كلنا كنا بنشوف في مره في الشهر مثلا عرض سينمائي موجود، سواء فيلم وثائقي او فيلم تسجيلي. ده مهم انه يبقى موجود تاني، لانه انت كمان هتخلقي سينما موزع وهتخلقي ناس تحلم انها تبقى مخرجين ومؤلفين. حقيقي. على فكره الامر بسيط جدا، مفيش ما يمنع من ان يبقى في تخصص موجود يعلم الاولاد تقنيات الصوره، لانه بالصوره دي تقدري تصنعي بيها حاجات كتير قوي. تقنيات الكتابه، بدل ما يبقى في الورش تبقى موجوده بره، تعالوا نعمل ورش جوه المدارس. مصطلح الورشه ده مهم قوي في السن ده، لانه هنا انت بتحركي الخيال. الخيال عنصر مهم جدا جدا في السن ده. واحنا كجيل كبار ضيعنا فرص،
بس اللي اتيح لينا مسكنا فيه. فالخيال في السن ده مهم قوي. وعاوز اقول كمان للاهالي انها ما تخافش ان اولادها يبقوا مشغولين في بروفات عرض مسرحي او عرض شعري او حتى اداء تمثيلي. ده هيساعدهم وهينمي قدراتهم حتى لو ما اشتغلوش في الفن. حتى لو ما اشتغلوش في الفن. التكوين سنوات التكوين الاولى دي مهمه قوي. وده يحللنا حاجات كثيره قوي. تعالوا نعمل في الصيف فترات مسائيه في الاجازات زي ما كان بيحصل زمان. مدرس التمثيل، مدرس الموسيقى الى اخره، يعمل دوره مسائيه في الاجازه، ويبتدي يبقى العرض بيتحضر له على بدايه الموسم الدراسي، وتبقى فيه مسابقات والى اخره، ونشجع الفنانين ان هم يحضروا، ونشجعهم كمان هم ياخدوا من المواهب الكبيره دي. صحيح. يشاركوهم في عروضهم. والا امال هم طلعوا ازاي؟ المساله ما بتتوقفش بس على اطفال اللي هم بينموا في اسر فنيه، لا، المجتمع بتاعنا مليء بالمواهب، بس محتاج اللي يشاور عليه، ومحتاج ان يقول له دي فرصتك انك تطلع موهبه. بكل تاكيد. وحضرتك بتقول دلوقتي ورش، تكون في ورش في المدارس، دي حاجه مهمه طبعًا. جدا. واحنا بنتكلم دلوقتي بقى عن نقطه مهمه وهي الكتابه. ان احنا نعلم الاطفال الكتابه. الاستاذ خالد جلال عمل تجربه حلوه قوي مع الكبار، ان هو بيعمل ورش. ده طبعا الكبار بيخليهم هم اللي يكتبوا النص طبعا. فتخيل حضرتك لما علم الطفل ان هو اللي يكتب النص، هيطلع كل اللي جواه في كتابته. هعرف الطفل ده بيفكر ازاي، هنمي خيالاته، هنمي قدرته على الابداع، قدرته على الارتجال، ان هو يعبر عن اللي جواه. يعني مثلا وليكن هناخد اسم تقدر، هنقول للطفل احكي لنا موقف حصل في البيت وانت قدرت تتخطى هذا الموقف مثلا، وعملت عملت حاجه مثلا، فانت تقدر، فانت بقيت ملهم كمان لبقيه الاطفال اللي بيتفرجوا على عرض مسرحي ده. طبعا انت كمان بتحطه في موقف هو لا شعوريا بيحله ولا وبيتغلب عليه، وبيتعلم القياده انه يقدر يتجاوز كل الاشياء. فاكر موضوع التعبير؟ عاوزين نرجع نهتم تاني بموضوع التعبير. موضوع التعبير زي ما انت قلت بيجاوب على نقط كتير قوي. انت بتفكر ازاي؟ بتفكر في ايه؟ ايه الموضوع اللي بيستحوذ على اهتمامك؟ عاوزين كمان ندي فرصه ان احنا ما نفرضش عليه موضوع. مره نعمل ده، مره نقول له مثلا عاوزين نكتب عن نهر النيل مثلا يعني، ومره تانية نقول له اختار موضوع، اختار لاعب انت بتحبه تتكلم عنه، يمكن تلاقي نظره اخرى ومثل اعلى. ما هي يمكن حد يختار يمكن يطلع تاني نموذج لطه حسين. ما هو الناس دي كان عندها جيل من الاساتذه ادت لها فرصه للمناقشات. انا هفتكر لك مشهد حصل وانا في اعدادي. كان مدرس الفلسفه قال لنا على برنامج نشوفه، اعتقد كان للدكتور مصطفى محمود او حاجه كده، وقال تاني يوم هنتناقش. وكانت النتيجه ان احنا اختلفنا كوجهات نظر لدرجه ان احنا كنا هنشتبك بالايدي بيننا وبين بعضينا في الفصل. بس هو بقى واقف يضحك ومبسوط، هو واقف سعيد. فانا كنت وانا مندهش، او ازاي المدرس سعيد واحنا قربنا نتخانق مع بعض. فخرج بعدها، هو بعدها بقى علمنا ازاي نتناقش. وقال بس انا كنت عاوز ادي مساحه وفرصه ان كل واحد يطلع اللي عنده وازاي متحمس ومتمسك برايه. صح. وقدرنا نفرز تيارات فكريه كثيره، وان كل موضوع ليه اكتر من زاويه، ملوش زاويه واحده. بالظبط. فهو اتعلمنا النقاش. يا ريت ده يبقى موجود، مش الحكايه ان انا داخل ادي المقرر واخرج، ويا ريتك كمان بتاخد فرصه انك تديه بشكل كويس. عاوزين نريح وجدان الطفل ونديله فرصه يفكر خارج السياق. وفعلا موضوع ورشه الكتابه اللي حضرتك بتقوله ده مهم قوي. البدايه الكلمه والبدايه التعبير، وانت تقدر تكتب عشان تقدر، وانت حتى لو بقيت في منصب قيادي فيما بعد تقدر ازاي تعبر عن افكارك وانت بتدير شركه وانت بتدير منظومه. صحيح. وانت بتعبر عنها التعبير الصحيح. يعني مبادرة إحياء المسرح المدرسي، مبادرة تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. في الحقيقة أنا بالنسبة لي دي من أحلى الحاجات اللي نقدر نشوف فيها أولادنا بيرجعوا مرة تانية بيبدعوا، بيفكروا، بيطلعوا مواهبهم. يمكن ده الدور الدراسي كمان، أنه أكيد يتعلموا مناهج، لكن في نفس الوقت يقدروا يطلعوا المواهب بتاعتهم عشان يطلعوا طاقات عندهم. كل الشكر ليك يا أستاذ خالد محمود الناقد الفني، نورتنا النهاردة. شكرا على قراءتك الوافية. شكرا جزيلا لكم على الفكرة المبدعة دي. ومسارحنا بتاعت الأطفال موجودة، مسرح الطليعة ومسارح الطفل كتير قوي عايزين نستغلها.
الاخر، تعالوا نملاها بطلبه المدارس طول الوقت. اكيد. شكرا جزيلا ليك يا فندم. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. البرتغالي فريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك قدم رسائل تحفيزيه سريعه للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، وده كان خلال تدريبات الفريق امبارح. واكد فريرا للمهاجم على ثقته الكامله في قدراته لمواصله التالق والعوده للمستوى اللي كان عليه في الموسم اللي فات. وشهدت تدريبات الفريق مشاركه كل اللعيبه في التدريبات الفنيه والبدنيه بشكل طبيعي، خصوصا ان الجهاز الفني وضع برنامج تدريبي للعيبه الاساسيه اللي لعبت مباراه المقاولين الأخيرة. فريق تشيلسي الإنجليزي حقق الفوز على فريق بورنموث بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة اللي اتلعبت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز الإنجليزي الممتاز. وجت أهداف تشيلسي عن طريق كاي هايفرتز وميسون ماونت في الدقائق 16 و24 على التوالي. فريق مانشستر يونايتد حقق فوز كبير على فريق نوتنغهام فورست بنتيجة 3-0 في اللقاء اللي جمع الفرقتين على ملعب أولد ترافورد في الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ماركوس راشفورد الهدف الأول في الدقيقة 19 وأنتوني مارسيل الهدف الثاني في الدقيقة 22. في الشوط الثاني تحديداً في الدقيقة 87 سجل فريد الهدف الثالث من تمريرة اللاعب البرازيلي كاسيميرو. الاتحاد السنغالي لكرة القدم حسم مصير سيسي المدير الفني للمنتخب الأول بعد انتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022 والخروج من دور 16 على إيد إنجلترا. وقال أوغستن سينغور رئيس الاتحاد السنغالي: نحن في مشروع رياضي، وتوقع أن يكون سيسي على رأس الجهاز الفني للسنغال في كأس أمم أفريقيا اللي جاية في كوت ديفوار 2023، وبالتالي هيواصل المدرب سيسي الإشراف على منتخب السنغال خلال المرحلة القادمة. رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أكد بقاء واستمرار المدرب ليونيل سكالوني على رأس الجهاز الفني لأبطال العالم بعدما قاد التانجو للقب المونديال في قطر. وقال تابيا في تصريحاته: سكالوني هو مدرب المنتخب الأرجنتيني وما عنديش أدنى شك في استمراره، وبعتقد أن 99% من الناس هيقولوا علينا مخطئين لو فكرنا في تغيير سكالوني. نادي ليفربول الإنجليزي هيعلن قريبا عن صفقة جديدة للاعب كودي جاكبو جناح أيندهوفن الهولندي، واللي سبق أنه أعلن بشكل رسمي عن التوصل اتفاق مع ليفربول على انتقال جاكبو للريدز في انتقالات يناير. أعلن كريستوف جالتيه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي قائمة الفريق لخوض مواجهة ستراسبورغ في اللي هتتلعب النهارده ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الفرنسي. وجه الثنائي كيليان امبابي ونيمار دا سيلفا على رأس قائمة الفريق الفرنسي للمواجهة الأولى بعد انتهاء بطولة كأس العالم. من ناحية تانية هيغيب النجم الأرجنتيني ميسي عن المباراة. كريستوف مدرب باريس سان جيرمان علق على انضمام كيليان امبابي ونيمار دي سيلفا بشكل مبكر لتدريبات نادي العاصمه الفرنسيه بعد انتهاء بطوله كاس العالم. وقال المدرب الباريسي: اشرف حكيمي وكيليان امبابي هما اللي طلبوا يرجعوا بدري للتدريبات، وده بعد ما قدموا اداء مذهل مع فرنسا والمغرب في كاس العالم، اما باقي اللعيبه فرجعوا هما كمان في المواعيد المحددة. وبخصوص عودة ميسي لتدريبات الباريس، قال المدرب أن ميسي رجع الأرجنتين علشان يحتفل بكأس العالم في بلده، ورعينا البعد الجغرافي وطول الرحلة في السفر، علشان كده قررنا يرجع في أول شهر يناير علشان يشارك في التدريبات يوم 2 أو 3 من نفس الشهر. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع شاذلي وقسن. شكرا ليك يا لميا. وكالة بلومبرج الأمريكية نشرت تقرير بيوضح أن قارة أفريقيا لديها القدرة على إنتاج 1 تريليون يورو من الهيدروجين الأخضر سنويا، وده بحلول عام 2035. ده يسمح لدول القارة أن هي تصدر الوقود الأخضر وتعزز الصناعة المحلية. قالت الوكالة كمان أن مصر هتصبح أكبر منتج للهيدروجين الأخضر في أفريقيا ب 20 مليون طن سنويا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور اللي منورنا في الاستوديو، دكتور عادل بشارة خبير الطاقة المتجددة وتغير المناخ. صباح الخير عليك يا دكتور، منورنا.
صباح الخير يا استاذ بسنت. صباح الخير يا دكتور محمد. اهلا بيك يا فندم. كل سنه طيب. كل سنه حضرتك طيب وحضرتك طيبه. واسمحوا لي ان انا اهنيكم بالعام الجديد وبمناسبه الاعياد، واهني الساده المشاهدين وجميع من يحتفلوا باعياد الميلاد، سواء اللي احتفلوا في 25 او في 7 يناير. كل سنه وانتم طيبين. كل الشعب المصري طيب وبخير. كل الشعب المصري بخير. دكتور، يعني من الاول كده خالص بقى، ايه الهيدروجين الاخضر واستخداماته ايه هو، وايه الفرق بينه وبين الهيدروجين الازرق؟ ليه بنسمع ساعات هيدروجين اخضر وهيدروجين ازرق؟ تمام. طبعا حضرتك عندك حق في السؤال، لانه التعبير بتاع الهيدروجين الاخضر هو تعبير مستجد في عالم الطاقة بصفة عامة، لأنه الحقيقة الهيدروجين كان عليه أبحاث من السبعينات والثمانينات علشان يبقى صورة من صور الوقود، لكن ما خدتش مجالها في التطبيق نظرا لمحدودية كانت استخدامه في حاجة اسمها خلايا الوقود. والهيدروجين هو أحد المكونات الأساسية للمية. المية كلنا خدناها إنها H2O اللي هو هيدروجين وأكسجين. فلما بيتحد الجزيئين بتوع الغازات اللي هم أكسجين وهيدروجين بيطلعوا لي جزيء مية، والمية دي لو أنا عكست الآية بدل ما أعمل تفاعل بدمج الاتنين عشان أطلع مية، عملت عملية تحليل كهربي للمية، فهتنفصل تاني الغازات اللي فيها الى المكونات الرئيسيه. فده مصدره يعني والهيدروجين. اه، فهي بالظبط انا باخد الميه واحللها عن طريق الكهرباء، خلينا اقول في 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 يعني في اغلب الاحيان او في السائد يعني من التكنولوجيز، واطلع منها هيدروجين واطلع منها اكسجين. الميزه بقى ان الاثنين نافعين. الاكسجين لازم في عمليات صناعيه كثيره وايضا في المستشفيات، والهيدروجين بدأنا نفكر في استخدامه كوقود، لأنه هو أساس الهيدروجين. كنا بنعمل يعني كل وحدات، مثلا شركات الأسمدة عندها وحدة توليد هيدروجين، ده من زمان، لأن الهيدروجين أحد مدخلات صناعة الأسمدة. طيب إيه بقى؟ يعني معنى كده أن الهيدروجين أنا بنتجه من المية. عظيم. باستخدام الكهرباء. طب بما اننا بنراعي البعد البيئي، الكهرباء دي منتجه منين؟ ما هو ده بقى الاجابه على سؤال الاستاذه بسنت بتاع الهيدروجين الاخضر. بس خليني بس استرسل في حته الهيدروجين دي لانها مهمه قوي الحقيقه. فكره انه الهيدروجين كان يستخدم من الميه بدات تتطور، وبداوا كمان يستخدموا الغاز، تحليل الغاز الطبيعي الى غازات مختلفه واخد منه أيضا هيدروجين، فأصبح هناك مصدرين للهيدروجين، مصدر المية ومصدر من الغاز الطبيعي. الهيدروجين الأخضر تحديدا اللي كان حضرتك بتسأل دلوقتي، هو بيتم عن طريق التحليل الكهربي للمية عن طريق طاقة نظيفة أو طاقة خضراء اللي هي مولدة من الطاقة المتجددة، وليكن الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. وبالتالي بما أنه مصدر الكهرباء اللي أنا استخدمته لتحليل المية هو مصدر أخضر، فالهيدروجين ده ما بقاش له ما يعرف ببصمة كربونية. ما يعني في إنتاج الهيدروجين نفسه لم أستخدم أي وسيلة بتولد كربون، وبالتالي حتى في توليد الهيدروجين توليد نظيف. إحنا عامة بنطلق الجرين أو الأخضر على أي حاجة نظيفة، بمعنى الكلمة جرين إن حاجة لا تسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. تحديدا خلينا نقول الانبعاثات غازات الاحتباس الحراري أشمل شوية، لأن في غازات أخرى غير ثاني أكسيد الكربون إحنا بنجملها كلها في غازات دفيئة، ثاني أكسيد الكربون المكافئ. فمعنى كده إنه أي منتج البصمة الكربونية بتاعته اللي هي بيسموها الكربون فوت برنت بتاعته صفر، ده أخضر. مش لا يعني اللون مش جاي من لون، بالتاكيد الخضار الاشجار هي بتمتص ثاني اكسيد الكربون فبتساعدنا في تنقيه البيئه، وبالتالي ارتبط اللون الاخضر بلون تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. فاصبحنا نصف اي شيء نظيف بيحافظ على البيئه ما فيهوش انبعاثات كربونيه باللون الاخضر، ومن هنا جت التسميه دي. الالوان الاخرى بقى، اولا الـ 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 الازرق بالذات اللي حضرتك كنت بتسالي عليه قبل الهواء، الازرق ده ناتج من تحليل الغاز الطبيعي
باي مصدر كهرباء، مش ضروري بقى مصدر متجدد. يبقى ده الالوان الاخرى في بنفسجي وفي غيره، مش مجالها دلوقتي ان احنا نقعد نعدد الالوان، لكن ده بيبقى من تحليل الميه بس باستخدام كهرباء العاديه. طب الكهرباء العاديه ايه مشكلتها؟ الكهرباء العاديه مولده من محطات توليد بتستخدم الوقود اللي بنسميه الوقود الاحفوري، اللي هو يا بترول يا غاز طبيعي، وده بالتاكيد حرقه بيطلع غازات. اذا في عمليه انتاج الهيدروجين نفسها انا تسببت في بعض التلوث اللي طالع منين؟ من الوقود اللي اتحرق في محطه الكهرباء اللي ولدت الكهرباء وانتجت بيها الهيدروجين، مقارنه بالاخضر اللي الكهرباء بتاعته طالعه بصفر كربون، صفر انبعاثات. وبالتالي هنا بقت ميزه الهيدروجين الاخضر. صحيح. طيب اسمحوا لي بس اقول نقطتين مهمين يمكن هيهموا حضراتكم ويهموا الساده المشاهدين. في حدثين مهمين جدا، يعني انا مثلا التاريخ بن 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 بنقول قبل ميلاد المسيح وبعد ميلاد المسيح. ترشيد الطاقه والطاقه المتجدده بنقول قبل حرب 73 وبعد حرب 73. ليه؟ لان المقاطعه العربيه للبترول اثناء حرب 73 اشعرت الغرب المتطور اللي معتمد على بترول العرب بخطوره سلاح البترول، ومن هنا بداوا يتكلموا في الطاقه المتجدده وترشيد الطاقه. النقطة الأخرى المفصلية في التاريخ هي حرب روسيا أوكرانيا اللي أشعرت الجميع بأن الاقتصاد العالمي وليس الطاقة فقط مرتبط ببعضه، ولو حد مسيطر على مجال على مجال توريد الطاقة هيقدر يهد العالم كله زي اللي حصل دلوقتي. ومن هنا النقلة بقى والاهتمام بالهيدروجين الأخضر بعد حرب روسيا وأوكرانيا، نقل العالم كله في اتجاه ان احنا لازم ندور على مصادر منتشره وليست مركزه في مناطق. ومن هنا جاء الاهتمام بانتاج الهيدروجين الاخضر في المناطق اللي فيها شمس كتير وفيها صحاري او اراضي تصلح لتوليد الكهرباء لانها بتحتاج مساحات كبيره. ويمكن ايضا، وده بقى هيدخلنا على تقرير بلومبرج، ويمكن ايضا ان تكون لها شواطئ تسمح بان احنا نضغط الهيدروجين ده في صورة سائل زي بالظبط الغاز الطبيعي احنا بنصدره كغاز مسال، عندنا وسائل إسالة في إيدكو وغيرها، بنضغط الغاز الطبيعي ونحطه في ناقلات بالظبط زي ناقلات البترول لأنه سائل، وننقله ونصدره في أي حتة. ومن هنا جاء اختيار أفريقيا من قبل أوروبا لأنها أولا قريبة سواء عن طريق رأس الرجاء الصالح، علشان كده هم فكروا في جنوب أفريقيا وزامبيا إن هم يحطوا فيها توليد طاقة متجددة عشان يطلع هيدروجين، فكروا وبالتالي أصدر من المحيط تحت ويجي على رأس الرجاء الصالح على البحر المتوسط على أوروبا، أو المغرب وموريتانيا وهي نفس القصة على البحر المتوسط على أوروبا، أو مصر تحديدا. ودي الثلاث مناطق اللي اوروبا بتشتغل عليها دلوقتي بتركيز علشان تنتج هيدروجين اخضر في افريقيا، علشان المصلحه مشتركه. يعني احنا هيساعدونا في ان احنا ننشر الطاقه المتجدده ونولد هيدروجين اخضر، ونكتفي ذاتيا باللي احنا عايزينه. الهيدروجين الاخضر بيستخدم في حاجتين زي ما قلنا، هيدروجين بيستخدم في كمدخل للصناعات كتيرة جدا من الكيماويات وأسمدة وخلافه، وأيضا بيستخدم كوقود في محطات الكهرباء أو حتى في البيوت. والنهاردة بدأنا في مصر تجربة إن احنا نخلط الغاز الطبيعي بالهيدروجين الأخضر علشان يبقى خليط من الاتنين، وبنجربه وبنشوف ما مدى تأثيره على كفاءة الاحتراق وعلى الأجهزة. إذن أصبح داخل عندنا كوقود، انا بس مهتم ان انا اقول الهيدروجين ده وقود وليس مثلا طاقه، ده بينتج من حاجه، فهو بنستخدمه كصوره من صور الوقود زي البنزين اللي بنحطه في عربيتنا او الغاز الطبيعي اللي بنحطه برضه في العربيه او بنشغل بيه اي مصنع. عظيم. دكتور عادل، عايزين نعرف امكانيات مصر في هذا المجال. يعني حضرتك اتكلمت عن الموارد الطبيعيه، فاحنا قلنا ان في شمس، في رياح الحمد لله، شواطئ، كل دي كحاجات طبيعيه ومصادر طبيعية موجودة عندنا، لكن إمكانياتنا إيه عشان ننتج هيدروجين أخضر؟ ربنا حب مصر بالحقيقة مصادر طبيعية للطاقة ومتجددة،
مصر تقع في منطقة هامة جدا على مستوى العالم اسمها منطقة الحزام الشمسي. احنا وليبيا والمغرب والأردن والمجموعة دي اللي في مجموعة شمال أفريقيا وأيضا دول أخرى ماشية متوازية معنا، وده أعلى معدلات سطوع شمس في العالم. عندنا الأيام الغايمة أيام عدد محدود مقارنة بدول ما بتشوفش الشمس. طيب الحاجة التانية بقى إن احنا عندنا سرعات رياح الحقيقة عالية جدا جدا في منطقة البحر الأحمر. وش معنى البحر الأحمر؟ البحر الأحمر جاي بين جبلين علي كبار، الجبال اللي موجودة في الصحراء الشرقية الغربية والجبال اللي موجودة في سيناء وفي الصحراء الشرقية، وبالتالي بقى عامل زي التانل زي النفق. ومن هنا جت سرعة الرياح العالية جدا. ولو تلاحظوا عندنا حركة هجرة الطيور ماشية في نفس المسار ده. وعلشان كده اهتمينا جدا بان احنا نعمل نوع من القياس لحركة الطيور علشان مراوح الهواء ما تأثرش عليها وعلى البيئة. طيب يعني النهاردة حضرتك كنت لسه بتقول دلوقتي أنا عايزة أكد على معلومة أن الهيدروجين ده وقود وليس، وحضرتك سكت بعدها. هل الناس متخوفة أن ممكن يكون نوع من أنواع الطاقة المؤذية خلينا نقول؟ لا هي لا مش مسألة مؤذية، اللي أقصد أقوله إيه، إحنا يعني أحيانا بيتم خلط في الإعلام ما بين مصادر الطاقة ونحط ما بينها الكهرباء والهيدروجين الأخضر. هي الكهرباء مش مصدر طاقة، الكهرباء منتج نهائي. صح. انا بحرق وقود اللي هو يا بترول يا منتجات بترولية اللي هو مصدر الطاقه يا غاز طبيعي واطلع منه كهرباء احنا بنسميها صور الكهرباء التجاريه اللي اقدر اتبادلها واشتغل بيها وانشرها واوزعها. طاقه بقت طاقه، منتج طاقه بقى، خلينا لو قلنا باللغه العربيه الفصحى منتج طاقوي، انرجي برودكت، لكن وليست انرجي سورس. هنقدر نشوفه بقى في المستقبل يعني القريب بياخد محل الوقود؟ مش القريب يا فندم، حاليا في مصر ابتدينا نعمل اتفاقات عشان نعمل مصانع تجريبيه. وفي العالم موجود في حاجه، في عربيات دلوقتي منتشره على مستوى العالم كله بحاجه اسمها خلايا الوقود. خلايا الوقود دي زي البطاريه بالظبط، بحط فيها حاجه صغيره كده رياكتور صغير كده، بحط فيه شويه هيدروجين واخد الاكسجين اللي موجود في الجو واحرق الهيدروجين ده، اطلع حراره يشغل موتور، والموتور ده او يعني انجن، والانجن دي تشغل العربيه. اصبحت العربيه عربيه مستقله ببطاريتها بالظبط زي عربيات الكهرباء. والحقيقه يمكن مستقبل العربيات اللي بتشتغل بالفيول سيل افضل من مستقبل العربيات الكهربائيه لاسباب عديده، لكن خلينا اقول ده قائم. دول كثيره جدا مثلا اساطيل شركات زي تي ان تي ومش عارف ايه، شركات النقل السريع في امريكا مثلا، التراكس كلها شغاله بالفيول سيلز يعني هيدروجين. فلما يبقى كمان هيدروجين اخضر يبقى انا كده يعني في مساله اساطيل النقل. السفن دلوقتي في سفن بتجهز نفسها تمون بالهيدروجين الاخضر، الطائرات، كل وسائل النقل لقيت انه اول حاجه انه اولا هو تركيز الطاقة فيه عالي جدا، الحجم اللي أنا هستهلكه قليل، وزنه أيضا قليل، وبالتالي هو أفضل من أي وسائل أخرى للوقود اللي مع الوسائل اللي بتاعت الحركة. لأنه حضرتك كل ما قللت الوزن في وسيلة الحركة نفسها كل ما استهلكت الطاقة أقل. مشكلة الكهرباء إن البطاريات نفسها تقيلة ولازم أجر العربية بما فيها من بطارية، وبالتالي جر البطارية مع العربية بيستهلك جزء من الطاقة. ميزة الخلايا الوقود إنها في الوزن أقل، وبالتالي كفاءة استهلاك الطاقة في العربيات اللي بتشتغل بخلايا الوقود أعلى بكتير من، عشان كده قلت مستقبل العربيات بتشتغل بخلايا الوقود أفضل من مستقبل العربيات بتشتغل بالكهرباء. طيب دكتور عادل، احنا ينقصنا ايه في مصر في هذا المجال؟ احنا محتاجين نعمل ايه خلال الفتره اللي فاتت اللي جايه؟ حضرتك قلت ان احنا وقعنا اتفاقيات كتيره جدا في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس لانتاج الهيدروجين الاخضر، احنا محتاجين ايه كمان؟ يعني هو سؤال خليني أتكلم بصراحة شوية. أنا بيحضرني مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي اللي كان من سنوات كثيرة، والحقيقة احنا وقعنا فيه بروتوكولات 2015 كثيرة جدا، واللي تنفذ منها على أرض الواقع محدود. تخوفي أنه هذه الهجمة على مصر، لأنه كل واحد بيبقى عايز يجي يحجز جزء من السوق، لكن الشركات دي هي حاطه في خططها التنمويه اللي هي البيزنس ديفلوبمنت بلانز بتاعتهم
هيفعل هذا الكلام امتى؟ هو جه حجز وعمل بروتوكول معاك وحط قال لك انا هعمل 20,000 ميجا من الهيدروجين او من واتيفر. دي كلها بروتوكول اي اعتزام، خطوبة اعتزام او نوايا. لكن اعتقد بما انه بقى توجه عالمي فدول صادقه لا غير توجه عالمي. لا، الدوله نفسها والقياده السياسيه من قبل احداث روسيا وهم راوا ان ده المستقبل، والحقيقه الاستراتيجيه اللي في مصر هي استراتيجيه واضحه، واعتقد ان كل الجهات صحيح بتدعمها. واللي مطلوب بس انه 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 يستعان بكل الخبراء اللي بكل موجودين طبعاً ويجمعوهم. ويمكن تكون فكره ان احنا نعمل حاجه اسمها وايت بيبر وتنشر على الانترنت علشان كل المصريين اللي بيفهموا في هذا المجال وليهم اراء فنيه يشاركوا. طبعا بكل تاكيد الدوله دايما بتستعين يا دكتور عادل بذوي الخبرات طبعا بالتاكيد بكل سواء تأكيد في مصر طبعاً او في الخارج، لانه احنا محتاجين هنا التكافل والتجميع كل الافكار صحيح حتى تتم وضع خطط قابله للتنفيذ. نشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا دكتور عادل بشاره خبير الطاقه المتجدده وتغير المناخ. شكرا جزيلا ليك يا فندم. شكرا ليكم يا فندم. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء مع لميا. تفضل يا لميا. شكرا ليك يا باسند. التاسعة صباحا بتوقيت القاهره، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تطوير المواني بشكل تنموي متكامل يمتد إلى محيطها الجغرافي، وذلك لتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، وبما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد. وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، شدد الرئيس السيسي على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موان ومطارات وطرق ومحاور كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة. وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض الجهود القائمة لتطوير المواني المختلفة على سواحل الدولة، خاصة ما يتعلق بإعادة تصميمها وتخطيطها ورفع كفاءتها. كما تطرق الاجتماع لجهود تطوير ميناء الأسكندرية الكبير، بالإضافة إلى عرض سير العمل باستكمال تطوير مواني شرق بورسعيد ودمياط. وطلع أيضا الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية حاليا لتطوير ميناء العين السخنة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد رئيس الوزراء أهمية دور الخطة الإعلامية والتوعوية، مشيرا إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخصائص السكانية للمواطنين، وذلك من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المتقدمة في العديد من القطاعات. قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رد بلاده على سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على الخام الروسي، موقعا مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت هذا السقف، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير المقبل ويستمر لمدة 5 أشهر. هذا واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي واستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل. جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تعهده بالعمل بلا كلل مع مجموعة السبع وشركاء آخرين لإصلاح واستبدال والدفاع عن البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، في الوقت الذي تواجه فيه شتاء قاسيا في ظل الأزمة مع روسيا. وأضاف بلينكين أن دفعة أولية من المعدات الكهربائية الأمريكية قد وصلت إلى أوكرانيا وتضمنت أجهزة ضخمة مثل قواطع الدوائر وأجهزة الفصل. Muslim countries, which I think is in and of itself important and powerful. What they've done.
قضت المحكمة العليا الأمريكية بالإبقاء على سياسة الحكومة المستمرة منذ عامين في محاولة لمنع مئات الآلاف من المهاجرين من دخول البلاد، خاصة عند الحدود مع المكسيك. وأدى قرار تثبيت العمل بالسياسة إلى نزع فتيل أزمة من أمام إدارة الرئيس جو بايدن مع احتشاد آلاف المهاجرين عند الحدود الجنوبية، أملا بإلغاء القرار والسماح بتسجيل طلبات اللجوء. ارتفع عدد ضحايا العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة منذ أيام إلى أكثر من 60 شخصا على الأقل، وقد ألغيت آلاف الرحلات الجوية جراء الطقس غير المستقر، حيث بلغ عددها 12 ألف رحلة طيران منذ الجمعة الماضية. هذا تواصل طواقم الطوارئ تفقد خسائر العاصفة الثلجية والتي حرمت ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة في مناطق غرب نيويورك المغطاة بالثلوج. نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. كلامك حقك، دي حملة من نوع مختلف شوية اختار من خلالها مجموعة من طلبة العلاقات العامة انهم يكون ليهم دور مجتمعي في مشروع تخرجهم اللي بيحاولوا من خلاله مواجهة التحرش الإلكتروني ورفع الوعي عند الفتيات. خلينا نعرف اكتر عن هذه الحملة من فرح محمد، احدى الطالبات اللي شاركوا في مشروع التخرج. صباح الخير عليك يا فرح. صباح النور. يا اهلا بيك. في البداية عايز اعرف اختياركم لهذه الفكرة. والله احنا اخترنا الفكره دي لان هي كانت منتشره قوي الفتره اللي فاتت، وكمان تعرضنا لكذا موضوع قدامنا زي مثلا يوسف اللي انتحر بسبب صور من فابريكا وخافت تتكلم مع اهلها وكده. فهي الفكره اصلا جات لنا من الاساس ده، ان احنا هنطلع بفكره كلامك حقك ان هو لا تحليش اللي ممكن تقولي لاهلك بلغني. طيب احكي لنا يا فرح عن يعني التحرش الالكتروني، يعني قد ايه هو منتشر دلوقتي، وليه انتوا اخترتوه عشان يكون الحاجه اللي انتوا بتتكلموا عنها في حملتكم؟ هو التحرش الالكتروني عاده دلوقتي منتشر جدا بسبب سهوله السوشيال ميديا، بقت مسهله كل حاجه عامه، وبقت مسهله انه اي حد يقدر يخترق تليفون اي حد او مع اي صور يبتزه من غير ما يعرف اصلا هو مين. احنا اخترنا المشروع ده لان احنا في ناس كتير قوي قريبين منا تعرضوا للموقف ده وما كانوش بيعرفوا يتصرفوا، ما كانوش بيعرفوا يعملوا ايه، محدش فاهم اصلا يتصرفوا ازاي. ده السبب اللي احنا اخترناه عشان نعمل. طيب هو ايه التحرش الالكتروني يا فرح؟ يعني لو حاطين انتوا ليه ديفينيشن كده او تعريف هيكون ايه؟ التحرش الالكتروني هو ابتزاز عن طريق صور او تسجيلات او اي فيديوهات لحد ما يخاف منها او يبتز بيها، ان هو يخاف يعرضها قدام الناس اللي تكون بالنسبه له فضيحه ويهدده بيها بقى، سواء تهديد مادي او تهديد معنوي اي حاجه. فهو ده بالنسبه لنا التحرش الالكتروني. عظيم. فرح انتوا ازاي بتنفذوا الحمله بتاعتكم؟ بتعملوا ايه؟ احنا عملنا المفروض اتقسم عندنا على حاجتين، عملنا في الاول كتاب عملنا فيه ابحاث احنا ازاي هننفذ الحمله، وعملنا سيرفي عرفنا المفروض هنحدد البنات ولا الرجال، لان معظم الناس كانت سيدات. بدانا الترم ده عملنا بيه اور ايفنت في الجامعه، عملنا معظم الناس يعني في رجاله كمان بيتعرضوا. اه في رجاله بيتعرضوا كمان، بس الناس بالاكتر كانت السيدات طبعا. مفهوم. عملنا بي ار ايفنت في الجامعه، وزعنا فلايرز وتشوكلت، واتكلمنا مع الناس وحاولنا نقول لهم يتصرفوا ازاي وهي الحمله بتاعتنا. عملنا راديو اد برضه عشان نوصل الفكره بتاعتنا، عملنا تي في اد صورناه يعني لسه هنظهره، وسوشيال ميديا كامبين طبعا بننزل عليها كل حاجه بنعملها، بننزل توعي للناس بنقول لهم ازاي يتصرفوا، نحاول نوصل قدر ممكن لاكثر من الناس. طب انت لقيتي ان الولاد مثلا ايه نوع التحرش اللي ممكن يكون بيتعرضوا له؟ يعني هل مثلا البنات يعني بيعملوا ايه؟ ما عايزين نعرف. وكمان نصيحتك للبنات اللي بيتعرضوا للابتزاز ايه؟ الولاد لقيت انه في حد ممكن مثلا يهاك موبايلاتهم ويبتزهم باي حاجه في الموبايل، اللي هو انا مع يعني انا هاك موبايلك ولسه ده حصل امبارح مع حد كلوز، ويا اما تدفع المبلغ ده يا اما كل حاجه على موبايلك ايا كان هي ايه هتتكشف يعني هتطحن. نصيحتي للبنات ان هم يخلوا بالهم قوي وما يثقوش في اي حد، وموبايلاتهم لازم تبقى دايما معاهم، ومش اي حد يبعتوا له اي حاجه، وبجد ما يخافوش يعني اي موقف يتعرضوا له لازم يبلغوا، لازم اهلهم يكونوا عارفين. انتوا كم طالب في المشروع ده فرح؟ وهل كلكم في البدايه كنتوا متفقين على هذه الفكره؟
احنا 4 اشخاص، انا وانا ويورا وخالد وطارق. احنا لا طبعا ما كناش متفقين، قعدنا نتناقش شويه، بس بعد كده حصل معانا موقف من حد قريب فبدانا نقول لا احنا شايفين اللي بيحصل وعايشينه قوي فهنقدر نوصله للناس. موقف في ابتزاز الكتروني او تحرش الكتروني بالظبط. حد قريب مني يعني. طيب ايه الارقام اللي ممكن يتواصلوا عليها معاكم عشان التبليغ؟ يعني لو انتوا يعني لو قلنا مثلا ان حد دلوقتي اتعرض للموقف ده يعمل ايه؟ احنا دلوقتي عاملين في حاجه، هو دلوقتي شرطه الاتصالات عامله رقم 108، ده خط ساخن لاي حد بيتعرض لابتزاز او مشكله الكترونيه يقدروا يتصلوا بيهم ويبلغوا، وهم عاملين ده بسريه تامه مش هيعرفوا اي حد من المواليد بتاعتهم. كمان البيجز بتاعتنا اسمعي كلامك على السوشيال ميديا فيسبوك وانستجرام يقدروا يتواصلوا معانا باي طريقه، احنا هنساعدهم بكل الطرق ان هم يوصلوا المشكله بتاعتهم. طب انت شايفه ان الناس دلوقتي مهتميه؟ انا بشوف ناس كثيره قوي لما بيبقى فيه كيس معينة أو حالة معينة اتعرضت للتحرش والبيجز أو الصفحات دي بتبتدي تعرض المشكلة دي بلاقي تفاعل كبير قوي مع الناس، شايفة ده بسببه إيه يا فرح؟ يعني ليه النهاردة الناس بتدعم إن البنت تتكلم وإن أو أي حد اتعرض أكيد لأي نوع من أنواع الابتزاز إنه يتكلم وما يخافش، وفي دعم كبير قوي من الناس ورواد السوشيال ميديا؟ لأن البنت عادة بتتحط في زون إن هي خايفة، هي هيبقى عليها مهاجمة، ازاي تعملي كده وازاي تحصلي كده، فهم لما بيلاقوا لما انت تبقي في مشكله وهتلاقي حد هيساعدك من غير ما حد يعرف فاكيد هتحتاجي ان انت توصلي له المشكله عشان يحلها لك. احنا كبنات مش بنعرف نتصرف قوي، بنبقى خايفين من شكلنا وشكل اهلنا وموقفنا، فاهميني؟ لما بنلاقي حاجه زي كده وحد هيساعدنا فاكيد لازم نحاول. ان الموضوع كمان بقى منتشر قوي، الموضوع بقى منتشر بجد في السوشيال ميديا معانا كبنات. عظيم. كمشروع تخرج في حد ذاته فرح هي فكره جديده، يعني اول مره نسمع عنها، هي فكره جديده. وانت قلتي ان انت وزمايلك الثلاثه اللي موجودين معاكي فكرتوا في الفكره دي لما حد قريب منكم تعرض لحاجه زي دي، فكانت دي البدايه. شكل المشروع هيكون عامل ازاي؟ شكل المشروع هيكون وصلنا له كل الستبس اللي احنا عملناها عشان نوصل للناس ونوصل فكرتنا للبنات. احنا كل اللي عايزين نقوله ان اي بنت ليها الحق ان هي تتكلم، ده جاي من كلامك حقك انت، حقك تتكلمي انت، ما فيش حد ما بيغلطش. فشكل المشروع ان احنا عملنا كل حاجه عشان نوصل للناس. طب انت بتدرسي علاقات عامه او بي ار، ازاي بتستفيدي او ازاي في الفتره الجايه تقدري تستفيدي من القسم بتاعك في ترويج الحمله او الفكره بتاعتك؟ احنا بالفعل عملنا ده، انا بدرس علاقات عامه بي ار، ان احنا عملنا بدانا نتواصل مع نيوز بيبر عشان خاطر يوصلنا وصول الفكره بتاعتنا اكتر، وعملنا بريس ريليس عشان تنتشر، عرفنا ازاي نتكلم مع الناس، عرفنا ازاي نحضر بي ار ايفنت، عملنا فلايرز فعارفين نتكلم مع الناس اكتر، كل الحاجات دي. طيب انتوا دخلتوا دلوقتي بقى عندكم تفاصيل كتيره فرح، وعرفتوا كمان للناس اي نوع من انواع التحرش الالكتروني سواء الشباب او البنات بيتعرضوا له وازاي يقدروا يواجهوه. بقى دلوقتي زي ما بنقول كده عندكم قاعده بيانات او مجموعه من المعلومات عن الموضوع ده، بتفكروا في ايه في اللي جاي؟ خطواتكم اللي جايه ايه؟ ولا احنا خلاص هنكتفي بان ده مشروع تخرج واحنا اتخرجنا وخلاص؟ لا بالعكس، احنا بنفكر، احنا عملنا الايفنت بتاعنا في الجامعه بنفكر ان احنا نوسعه بره الجامعه ونكمل نوصل فكرتنا، وكمان بنحاول نتواصل مع حد من الجهات المختصه بالمراه ان هم يبقوا سبونسر لينا عشان نكمل ونبدا نوسع التوعيه بتاعتنا عشان بجد ما نقفش لحد هنا، لان احنا ديلي بنتعرض للموضوع ده كبنات، فالموضوع مش هينتهي على الشهر ده او لا، عايزين فعلا نكمل الموضوع ده للاخر. طيب فرح، انت كان بتقولي انه البروجكت بتاعكم او المشروع التخرج فيه 4، انت وبنت تانيه ولدين كمان، دور الولدين كانوا ايه في المشروع؟ دور الولدين ان هم كانوا بيحاولوا يساعدونا من طريقه ان احنا محتاجين نعمل بي ار ايفنت، فهم لا احنا هنساعد وهنفكر طب الولاد ممكن تساعدنا ازاي، طب احنا كمان في بي ار ايفنت، يعني هم بيحاولوا يوصلوا للولاد اكتر. بيفكروا بيقولنا يعني النظره من ناحيتهم هم، احنا لما حد بيتعرض له كده اصحابهم البنات بيتكلموا معاهم هم ازاي، يعني حاولوا يساعدونا كتير ان احنا ازاي نوصل برضه الفكره للولاد شويه، ما كانش بنات بس مين دي كانوا بنات. شكرا ليكي يا فرح. فرح محمد احد الطلاب المشاركين في مشروع تخرج لمواجهه التحرش الالكتروني، وبنتمنى لكم اكيد التوفيق في اللي جاي، وفكره حلوه جدا جدا بنهنيكم عليها. شكرا ليكي.
نروح لموضوع تاني يا شاذلي، هو متحف قصر الأمير محمد علي في المانيا اللي بيستضيف معرض مؤقت للآثار واللي تم ضبطها بالمنافذ المصرية خلال الأعوام السابقة، وده قبل تهريبها خارج البلاد. خلينا نعرف أكتر عن المعرض من دكتور حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بوزارة السياحة والآثار. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. صباح الخير. صباح الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. يعني في البداية خلينا نتكلم عن المعرض أكتر وأهم المقتنيات فيه وعددها كام؟ بص، في البداية هو ده مش المعرض المؤقت الأول اللي أقامته الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية. إحنا أقمنا معرض في 2016 كان بيضم 450 قطعة من مختلف العصور، بداية من العصر الفرعوني حتى العصر الحديث. وفي 2020 أقمنا معرض تاني برضو في يضم 300 قطعة من جميع العصور، من العصر الفرعوني حتى العصر الحديث. المعرض الحالي وهو معرض فريد من نوعه، لأن هو يعني متخصص في فترة زمنية معينة، هي فترة أسرة محمد علي أو العصر الحديث بشكل عام. المعرض بيضم 70 قطعة، منهم 40 قطعة تم ضبطها في المنافذ الأثرية قبل تهريبها للخارج، و30 قطعة شارك بيها متحف الأمير محمد علي بالمانيا. علشان كده يكمل العرض. الفترة الزمنية اللي يعني بتنتمي لها القطع اللي معروضة، يعني بداية من الحملة الفرنسية مرورا بعصر محمد علي حتى عصر الملك فؤاد الأول. عظيم. دكتور حمدي، احنا بنتكلم عن المعرض بيجي بالتزامن مع العيد ال 119 لبناء قصر الامير محمد علي، يمكن متزامن مع ذكرى افتتاح او انشاء المتحف في المنطقه. طيب، هل عشان كده اخترتوا ان اثار اسره محمد علي يكون موجوده في هذا المعرض؟ بالظبط كده، احنا اخترنا ان احنا يكون اخترنا الفتره الزمنيه تكون مواكبه لفتره اقامه المتحف او القصر قبل ما يكون متحف، قصر الامير محمد علي، ويكون كمان عشان المتحف هيشارك معانا بجزء من المقتنيات بتاعته، والمقتنيات بتاعه المتحف كلها برضو تنتمي لهذه الفتره، فتره اسره محمد علي. طيب، حابه اتكلم عن القطع وازاي تم ضبطها. هي القطع دي تم ضبطها عبر المنافذ المصريه خلال الاعوام السابقه في منافذ مختلفة، منها في مطار القاهرة، ومنها في ميناء دمياط، ومنها في ميناء الإسكندرية، ومنها في البريد، ومنها في شركات الشحن. بتنتمي زي ما قلت لحضرتك في فترات مختلفة، بداية من الحملة الفرنسية، في عندنا قطعتين من عصر نابليون أو خاصين بنابليون، في عندنا قطع خاصة بالأميرة توحيدة بنت الخديوي إسماعيل، عندنا قطع خاصة بالأمير عباس حلمي الثاني، عندنا قطع خاصة بالملك فؤاد. يعني هو بصراحة يعني معرض متنوع، في قطع كتيرة جدا مميزة، والمميز فيها كمان إن القطع دي أولا إحنا منعنا تهريبها خارج البلاد، هي موجودة دلوقتي عندنا الحمد لله. ده أهم حاجة، وده أهم حاجة طبعا. تاني حاجة إن هي كمان بتعرض لأول مرة. عظيم. دكتور حمدي، حضرتك بتتكلم عن القطع، في كمان من ضمن القطع طاوله عليها منظر كده لفرقه موسيقيه وتمثال نصف الملك فؤاد الاول زي ما حضرتك كنت بتتكلم، مصنوع من الرخام الابيض، سرير طفل الملك فاروق مصنوع من الخشب. هل هذه القطع من ضبطيه دمياط اللي كان في محاوله تهريبها مع كونتينر اساس؟ المنضجه او الترابيزه دي اللي هي موجوده اللي عليها منظر لفرقه موسيقيه كانت متهربه من ميناء دمياط، وكانت بتغطيها بغطاء حديث من البلاستيك علشان يخفوا معالمها. يعني هو كان عليها ستيكر تاني ملزوق على كل المنضجة علشان يخفوا المعالم اللي فيها ويخدعونا ويحاولوا تهريبها. لكن الحمد لله احنا تمكنا من نزع، اكتشفناها ومن نزع الستيكر الحديث اللي عليها وظهرت لنا المنضجة بهذا الشكل. طيب، انا حابه حضرتك تكلمنا عن محاولات التهريب الغريبه اللي شفتوها. والله احنا بنكتشف كل يوم محاولات وحيه للمهربين بيحاولوا يهربوا بيها القطع الاثريه من خلال اغرب رأي. لكن هي اغرب طريقه كانت في 2020
كانوا بيحاولوا يهربوا مومياء مصرية قديمة فرعونية داخل سماعات ستيريو صب، داخل السماعات الستيريو الكبيرة دي. دي كانت بالنسبة لي أغرب طريقة تهريب أو محاولة تهريب، لكن الحمد لله احنا أحبطنا تهريبها الحمد لله. طيب دكتور حمدي، واحنا بنتكلم دلوقتي كنا لسه بنتكلم دلوقتي عن ضبطية دمياط، وحضرتك قلت ان كان عليها غطاء الحاجات اللي كانوا بيحاولوا ان هم يهربوها، هل ممكن حد يصنع قطع شبيهة بالقطع الأثرية ويحاول ان هو بتعدي طبعا من وهي خارجة من الميناء؟ هل بيكون في لجان لفحص هذه القطع عشان نقدر نقول لا هذه القطع أصلية او لا، او في حال التشكك في قطع انها أثرية ايه الخطوات اللي بتتبع؟ بص يا استاذ محمد، احنا عندنا حاليا دلوقتي ب 50 وحده اثريه موجودين في جميع المنافذ المصريه الجويه والبحريه والبريه، موجودين على مدار الساعه. مهمتنا الوحيده ان هي منع التهريب، والاجراء اللي بيتم ان احنا موجودين فبيعرض علينا مصلحه الجمارك او الجهات الرسميه كل ما يشتبه فيه، كل ما هو بحوزة الركاب أو مصدر داخل الحاويات أو داخل فرود البريد، كل ما هو يشك في أثريته بيعرض علينا، وإحنا بنحدد أثريته من عدم. عندنا لجان متواجدة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، متخصصين في جميع الفترات التاريخية الأثرية في مصر. عندنا ناس متخصصة في العصر الفرعوني والإسلامي واليوناني والروماني والعصر الحديث، عظيم، وبنعاين وبنقول والله دي أثرية ولا لا. خلال عملنا يعني في السنين اللي فاتت اكتشفنا حيل كتير بيستخدمها المهربين للتهريب، منها وضع تمثال أصلي داخل تمثال مقلد، فدايما لما بنلاقي تمثال كبير لازم بيتعرض على جهاز الإكس راي بنقارن وزنه بحجمه ولازم نشوف يعني جواه ايه. لما عندنا بيبقى فيه طرود لازم بنفتش في الطرود ونشوف فيها جيوب سحريه ولا لا، لان احنا تعرضنا برضو بحاول التهريب للوحه من الحجر الرملي داخل جيب سحري فيه طرد كبير. فاحنا من خلال خبرتنا وكل ما بنكتشف طريقه خلاص الطريقه بالنسبه لنا بقيت مكشوفه، فلما بنفحص ما يعرض علينا مش بنفحص القطع وبس، بنفحص الطرود كمان لا يكون فيها اخفاء لاحد القطع او غيره. طيب ايه العقوبات بقى اللي بتنتظر اللي بيتم ضبطهم محاوله تهريب؟ احنا بنعمل محضر فني وبنوجهه للجهه اللي عارضه علينا سواء مصلحه الجمارك او الجهات الامنيه، وهم بعد كده بيتولوا تحويل المتهم بالقطع للنيابه العامه، والنيابه العامه بقى بتاخد اجراءاتها في التحقيق. احنا خلاص بنكون قمنا بمهمتنا وهو الفحص والتقرير وكتابه التقرير، وبعد كده بتروح للنيابه العامه. بعد النيابه العامه ما بتنتهي من التحقيقات بتصدر الامر بمصادرتها لصالح وزاره السياحه والاثار، بنتولى استلامها من النيابه وايداعها احد المخازن المتحفيه اللي تابعه للوزاره. يجي بعد كده دور المعارض اللي احنا في صدد المعرض ده. الدور الاساسي للمعارض دي اولا ان احنا نبين مجهود الدوله ومجهود مؤسسات الدوله في الحفاظ على التراث الحضاري المصري. ثانيا ان احنا كمان بتبقى فرصه للجنه السيناريو العرض المتحفي في وزاره السياحه والاثار انها تشوف القطع دي وبتختار قطع منها تكون في سيناريو العرض الدائم لمتاحف كتير. احنا كاداره المركزيه للمنافذ موجوده مضبوطاتنا في 10 متاحف مصريه. فهي الفرصة في المعارض المؤقتة ان هم نشوف القطع اللي احنا ضبطناها وبيختاروا منها. فاحنا بنقول برضو احنا مسؤوليتنا من الضبط الى العرض، يعني احنا من ضبط القطع وبنتابع في النيابة وفي القضاء لحين استلامها ثم عرضها لاختيار القطع منها اللي عرضها العرض الدائم. يعني احنا بنقول مش بنضبط كمان القطع وبتتخزن في المخازن وبس، لا احنا بنضبط وكمان بيتعرض منها في العرض الدائم للمتاحف. جميل دكتور حمدي، عايز ارجع بس لنقطه صغيره في مساله الضبط. دايما الجريمه بتتطور، فطبيعي ان طرق مواجهه الجريمه هي كمان تتطور، مش فقط ان احنا نعتمد على الطرق اللي احنا اكتشفناها او اكتشفنا ان المهربين بيعتمدوها، لا احنا كمان محتاجين نطور من ادواتنا بكل تاكيد عشان نبقى احنا اللي سابقين.
اكيد اكيد. احنا طبعا بنستخدم اجهزه حديثه في الفحص اولا. طبعا كل الركاب وكل الطرود وكل الحاويات بتعدي على جهاز الاكس راي. جهاز الاكس راي طبعا عنده القائم على الفحص في جهاز الاكس راي بيتعرف على الكثافات للمواد. كل ماده ليها كثافه معينه. فهو من خلال الفحص بيشك ان في حاجه هنا وبيبعت لنا. احنا بعد كده كمان عندنا اجهزه بنفحص بيها زي يو اس بي ميكروسكوب، ده بيكبر لحد 5000 مره. عندنا يو في لامب وعندنا كاميرا يو في، كل ده بنستخدمه برضو للفحص المبدئي المتاح في الوحدات. بعد كده عندنا لو احنا شكينا اكتر عندنا اجهزه اكتر تطورا واكتر حداثه موجوده في المتاحف المصريه، وموجود طبعا زمايلنا في اخصائيين الترميم بيساعدونا في تحديد المواد اللي مصنع منها القطع لتحديد القدم وتحديد اصالتها من عدم. كل الشكر ليك يا فندم دكتور حمدي همام رئيس الاداره المركزيه للمنافذ والوحدات الاثريه بالموانئ المصريه بوزاره السياحه والاثار، شكرا جزيلا ليك. نفسك ابنك يطلع زي مين لما يكبر؟ ده كان سؤال حلقتنا النهارده اللي موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا، وخلونا نستعرض بعض التفاعلات والكومنتس او التعليقات الموجوده على سؤال الحلقه النهارده. وخلينا نقول احمد شاهين بيقول ان شاء الله مهندس زراعي لاندسكيب، محدد له هو يعني مهندس وتخصصه وايه بالظبط. محمد اسامه بيقول انا عايز ابني يطلع زي محمد صلاح. يا رب تشوفه زي محمد صلاح. نفسي بنتي يسري ابو الفضل بيقول نفسي بنتي لما تكبر تكون قدوه ومثل اعلى في الدين زي الشيخ الشعراوي كده او الشيخ احمد طيب، امين يا رب. في ابراهيم احمد بيقول صباح الخير عليكم، يا رب اولادي يكونوا حد زي دكتور مجدي يعقوب، والتاني زي انا قائد باخره سياحيه يطلع زي باباه. امين يا رب. محمد شوقي بيقول نفسي يفرح ببطولات الزمالك ويشوف العدل في الحكام ان شاء الله يا رب. في كمان ممكن بنتي كمان نفسي بنتي تشتغل في التلفزيون، ده في حساب باسم اسمرة. في كمان وليد احمد بيقول انا نفسي ابني محمد يطلع زي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وبنتي مدرسة قرآن كريم، امين يا رب. في كمان من ضمن التعليقات في السيد بيقول انا عندي 15 سنه وبلعب كوره ونفسي ابقى زي محمد صلاح. كل التوفيق ليك طبعا. كل الناس عايزه تطلع زي محمد صلاح، يمكن طبعا نموذج ملهم طبعا قصه تحدي وصعود. لسه هنكمل اكيد بقيه التعليقات، لكن هنروح لفاصل دلوقتي نرجع نكمل بقيه فقراتنا في صباح الخير يا مصر، خليكم معانا. المتحف القبطي احتفل براس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد بافتتاح معرض أثري مؤقت اسمه هدايا وحكاية. المعرض بيلقي الضوء على عادة وهي تقديم الهدايا والاحتفال بالمواليد الجدد. ايه حكاية هذا الاحتفال؟ خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذة جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي. صباح الخير عليك يا أستاذة جيهان. نور أهلا بيكم، كل سنة وحضراتكم بخير. كل سنة وحضرتك طيبة والمصريين كلهم بألف خير. عايزين نعرف الأول المعرض عبارة عن إيه وعدد القطع المعروضة فيه؟ تمام. طبعا من المتعارف في البداية أن المتاحف لها دور حيوي وهام في المجتمع، فهي ليست مكان لعرض المقتنيات الأثرية فقط، بل لها دور اجتماعي وتربوي. فهي مؤسسة تعليمية تثقيفية لتربية الجيل والنشأ. المتحف القبطي من خلال أنشطته المتعددة بيكون بربط المجتمع بهذا الدور. فنظم المتحف القبطي معرض مؤقت بعنوان هدايا وحكاية بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة. يضم المعرض 12 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف القبطي، بيستمر العرض لمدة شهر كامل. من أهم المقتنيات اللي تعرضت في المعرض مخطوطات المخطوط باللغة العربية مصور بالألوان، فهو بيمثل الحدث حدث الميلاد وزيارة المجوس للطفل في المزود، وصليب من البرونز عليه مشاهد من حياة السيد المسيح زي بشارة الملاك للعذراء اللي بيبشرها بمجيء الطفل، وفي كمان دلاية من الذهب ممثل عليها برضو بشارة الملاك للعذراء. كذلك في أيقونة تصور القديس نيكولاوس المعروف بسانتا كلوز،
على اعتبار ان هو كان القديس المشهور بالعطايا والهدايا. كذلك يوجد ايقونه تمثل السيد المسيح يرتدي رداء الكهنوت. دي بعض من مقتنيات المعرض. فكره المعرض هي تقديم الهدايا والاحتفال بالمواليد الجدد. فمن المتعارف عليه ان اي طفل بيتولد بنقدم ليه هدايا كرمز للفرح والبهجه بميلاد الطفل الجديد ده. ده اللي فعلا قام بيه المجوس لما جم وقدموا هداياهم للطفل المولود. كانت الهدايا كل هديه ليها رمزيه معينه. الذهب بيرمز للملك، اللبان بيرمز للكهنوت على ان هو كاهن، المر للالام والصعاب اللي هيواجهها هذا الطفل لما بيكبر. كذلك كان قمنا على هامش المعرض بالعديد من الفعاليات. فعملنا محاضرة بعنوان البخور حكمة القدماء. كنت عايز اتكلم فيها مع حضرتك، يعني على هامش المعرض في مجموعة من الفعاليات منهم محاضرة البخور وحكمة القدماء. فعاليات أخرى على هامش المعرض، محاضرة علمية، وده من الدور اللي بيقوم بيه المتحف باستمرار، يعني مع كل معرض بنعمل فعاليات إلى جانب المناسبات والأعياد الخاصة بنقوم برضو بعدد من المحاضرات والندوات. فعلى هامش المعرض نظمنا محاضرة بعنوان البخور حكمة القدماء، تقييم كفاءة البخور كمقاوم ومعالج لميكروبات الهواء. وعملنا أيضا ورشة فنية لعمل غطاء للرأس على شكل بابا نويل، وبنستدعي بندعو الطلاب من الوسائل التعليمية ومن الإدارات المختلفة من المنطقة المحيطة بالمتحف. كذلك اصطحبنا عديد من العرايس لإضفاء روح البهجة والمرح على الأطفال وبابا نويل، وتوزيع هدايا تذكارية عبارة عن ميدالية عليها شكل بابا نويل. يعني المتحف موجود كمان في موقع متميز جدا وهو مجمع الأديان. طبعا طبعا من أهمية المتحف القبطي وقوعه في منطقة مجمع الأديان اللي بتحتضن في ثناياها الأديان السماوية الثلاثة، جامع عمرو بن العاص، الكنيسة المعلقة أشهر الكنائس في مصر القديمة وكانت بطريركية للأقباط الأرثوذكس في ذلك الوقت قبل نقلها إلى الإسكندرية، كذلك معبد بن عزرا اليهودي. عظيم. احنا اتكلمنا عن مجموعة من المعروضات اللي تم اختيارها من المتحف عشان تكون موجودة في هذا المعرض. تمام. المتحف تمام. بقى بشكل عام موجود فيه ايه؟ نعم، المتحف يا فندم بشكل عام ايه ابرز المعروضات اللي فيه؟ ابرز المعروضات في المتحف عندنا كتاب المزامير، وهو اقدم واشهر كتاب عثر عليه على نسخته كاملة، بيرجع للقرن الثالث الرابع الميلادي. عندنا كمان حنية، نوع من الفريسكات بنسميها حنية باويط، فهي شهرتها ان هي الوانها ثابتة وباقية الى هذه اللحظة. عندنا كمان مجموعة من المخطوطات النادرة بيحتضنها المتحف القبطي في ثناياه. كذلك عندنا المعادن الشورية والمبخرة وأدوات المذبح. عندنا كمان أنواع من الأخشاب، منها باب قديسة برباره اللي عثر عليه في كنيسة السيدة برباره المجاورة للمتحف القبطي. ويوجد العديد من المقتنيات الأثرية الشهيرة والنادرة اللي بترجع من القرن الثالث إلى القرن الـ18 الـ19 الميلادي. يعني كلنا يمكن استمتعنا زمان برحلة المدرسة المشهورة لمجمع الأديان، وأكيد كلنا زورنا فيها الكنيسة المعلقة، وأكيد احنا حابين نشوف مرة تانية هذه طبعا المتعلقات الجديدة. وكل سنة وحضرتك طيبة، وحابين كمان يعني شفنا من شوية كمان قصة رداء سانتا كلوز اللي بيتم عرضه في المعرض. شكرا ليك. تمام. ما هو من ضمن برضو المعروضات المعرض أيقونة القديس نيكولاوس الشهير بسانتا كلوز او بابا نويل في وقتنا الحالي. شكرا ليكي جيهان عاطف، استاذه جيهان عاطف، مدير عام المتحف القبطي، وكل سنه وحضرتك وكل المصريين بالف خير. كل سنه طبعا وحضرتك طيبه، واقباط مصر واقباط العالم كله والمصريين كلهم بالف خير، وربنا يجعل دايما ايامنا كلها افراح واعياد. بكده مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه. بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.